صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. ما أعظم دروس عاشوراء، ما أعظم الدروس التي قد سنها وقد أرانا إياها سيدنا مولانا أبي عبد الله الحسين، تلك الدروس التي نستلهم منها الكثير والكثير. ومن تلك الدروس سادة الأكارم محور حلقتي سأبتدأ به لهذا اليوم، ألا وهو الكرم والعطاء الحسيني. نعم، الكرم، تلك السجية الإخلاقية التي قد نماها الإسلام وأكد عليه الإسلام كما أكد عليه النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وهو يقول: إنما بعثت لكي أتمم مكارم الإخلاق. والكرم والعطاء سجية أو مبدأ من مبادئ الإخلاق. فالإنسان الذي يتصف بالإخلاق والسمو والخلق العالي لابد أن يمتلك تلك الصفة الجميلة، ألا وهو الكرم والعطاء. والكرم نستطيع أن نعرفه بعدة معان، ألا وهو الكرم بالمال الذي قد يكون، ومعروف عند الكثيرين أن الكرم دائما يكون بالمال، بينما الكرم يكون له عدة نقاط، أو قد تكون له عدة مبادئ ويكون أفضلها وسوف نتحدث عنه، ألا وهو الكرم بالنفس، وهو أعلى وأجود وأجمل ما يبذله الإنسان في سبيل الله. فالكرم هي تلك السجية التي أكد عليه الإسلام وأكد عليه النبي بعد أن جاء وثبت قواعدها وثبت أسسها ونمى عليها وعودها عند المسلم. أكيد نعلم أنا وأنتم أن تلك الصفة الجميلة، ألا وهو الكرم والعطاء، كانت موجودة ومحمودة عند النبي والعترة الطاهرة، وقد عرفوا بهذا النوع من الكرم. سادة الأكارم، الكرم كما أكد عليه النبي أكد عليه القرآن المبارك. هناك آيات كثيرة وسوف أتلو على مسامعكم تلك الآيات المباركة لكي نستلهم منها ونتبرك بها. في آية مباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، وما تنفقوا من خير يعلمه الله. إن الله سبحانه وتعالى يعلم بكل ما ننفقه في سبيله، يعلم بنياتنا، يعلم ما في أنفسنا، يعلم نوع الكرم، ولماذا قد أنفقنا هذا الكرم، في أي اتجاه. فتلك النفقة التي أنفقناها وتلك الأكرمة التي أكرمناها للفرد المسلم الذي أنفقنا من أجله، الله سبحانه وتعالى يقع في يد الله قبل أن يقع في يد ذلك المسلم. قال الله تعالى في محكم آياته وفي آية أخرى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نعم، وهي كذلك سادتي أحبتي، الإنفاق والكرم لابد أن يكون من الأشياء التي تكون محببة إلى قلوبنا، وهي سجية أجمل. فالكرم بكل أشكاله وأنواعه جميلة ومحمودة، ولكن الإنسان لابد أن يكرم وأن يعطي من الشيء الذي يحبه، فتلك تكون أفضل وأكرم وأعلى قدرا عند الله سبحانه وتعالى، وتكون ويكون أجرها أكبر، وذلك شيء معروف. سادة الأكارم، الله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. إن الله سبحانه وتعالى عندما ننفق نفقة أو نكرم أو نعطي عطاء فهي تقع في يد الله كأنه قرض. الله يحدثنا في هذه الآية: ألا وهو قرض، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، كأنه قرض أقرضناه لله، والملكوت كله بيد الله، ونحن خلق الله، ونحن عيال الله. سادة الأكارم، الكرم والعطاء تلك السجية الجميلة التي أكد عليها الإسلام وضبطها ببعض الضوابط التي سأتلو على مسامعكم الكريمة، وسوف أربطها بكرم الحسين والعطاء الحسيني، وكذلك المحبين لسيد الشهداء كيف يكرمون، كيف يعطون
قد تعلموا هذه السجية من العطاء والكرم من محبوبهم ومن حبيبهم الحسين عليه السلام. الإسلام أكد أن الجود ينبغي أن يكون من الطيب والثمين والمحبب إلى النفس، كما ذكرنا في الآية المباركة: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نعم، عندما نكرم، عندما نعطي، عندما ننفق، لابد أن يكون ذلك الشيء الذي ننفقه طيبا كريما محببا إلى نفسي، فأعطيه الله سبحانه وتعالى سوف يجازيني عليه جزاء أوفر في الدنيا وحتى في الآخرة يكون أضعافا مضاعفة كما كانت في آية أخرى. النقطة الثانية التي أود أن أشير إليها، ألا وهو أن الكرم في الإسلام ليس مقتصرا على حال الغني، على حال الغنى والرخاء، الشخص الغني والذي لديه إمكانية مادية يحق له أن ينفق أو يعطي، لا، بل ما نشاهده في درب الحسين ومسيرة الحسين أن الفقير ينفق بمستوى الغني، أن الفقير يعطي مما أعطاه الله. قد يكون منزلة ذلك الفقير أعلى ويقبل منه أكثر، وليس تنزيلا بمقام الأغنياء، لا، كلا يكسب أجره وثوابه، ولكن الفقير الذي يبذل ما لا يملك، يملك الشيء القليل ولكن ذلك الشيء لا يستحسفه لنفسه، إنما يعطيه من كل طيبة قلب، فذلك أوجه وأقبل عند الله سبحانه وتعالى. ألا يمن المنفق، النقطة أخرى، ألا يمن المنفق على من ينفق عليهم، وقد شدد القرآن على ذلك: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. مضمون الآية هكذا تشير أنه عندما أريد أن أنفق، عندما أريد أن أعطي، أن أكرم ذلك العطاء والمن، لا بد أن لا أتمنى به على الغير. عندما أعطي صدقة، عندما أساعد، عندما أخدم خدمة حسينية، لا بد لي أن لا أتمنى على الزائرين، أن لا أتمنى على غيري، إنما إن الله سبحانه وتعالى هو المنان على عباده، وكذلك الأنبياء والرسل. وسيد مولاي أبي عبد الله الحسين قد أكرمني وإياكم الحسين قبل ما أن نكون نحن كرماء بعطائنا في مواكبنا، في مجالسنا، في خدمتنا لسيد الشهداء. الحسين قد سمح لنا أن نكون كرماء وأن نخدم، فتلك سجية جميلة لابد أن نحافظ عليها وأن لا نمن على الآخرين، بل أن نخدمهم من كل طيب قلب. وهذا صفات عامة معروفة عند الخدم وأهل المواكب، وجزاهم الله خيرا للجزاء. سادة الأكارم، نقطة أخرى لابد أن نشير إليه: ألا ينتظر الشكر من المعطي، فهو يعطي ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى وأجره وتزكية نفسه. نعم، عندما أعطي أنا لا أنتظر، لا أصغي بإذني أنتظر أن يقول لي فلان شكرا على ما أعطيت، على ما أكرمت، على ما خدمت به الزائرين، لا، أدعه ليومه، أدعه لقبري، أدعه لساحة المحشر عندما يقال لي شكرا. والشكر ما أجمله عندما يكون من الله سبحانه وتعالى. سادة الأكارم، النقطة الأخيرة التي أود أن أشير إليها: ألا أباهي بالعطاء وأتفاخر، وذلك شيء جميل أن أتفاخر في نفسي، ولكن عندما أعطي لابد أن يميني، عندما يعطي يميني أن لا يعلم شمالي بما أعطيت. وهكذا كانوا الأئمة عليهم السلام عندما ينفقون، عندما يتصدقون، كان أحدا لا يعلم بصدقاتهم، بإعطائهم، بنفقاتهم، وتلك إشارات إلينا كي نتعلم منهم. أحبتي، ذلك الكرم الذي أشرت إليه وقد عرفناه بموجز ويحتاج إلى بحث طويل وكبير، وسوف أتناقش به مع زملائي في المحاور، ولكن قبل أن أبتدأ معهم أحببت أن أؤشر عليه إشارات طفيفة قليلة، أن أوضح معاني الكرم، وهو معناه أوسع وأجل وأكبر مما ذكرت، ولكن في عجالة من أمري ذكرت لكم بعض النقاط البسيطة. بينما الكرم هو سجية نفسية وتلك أجملها، الإنسان عندما يعطي يشعر شعورا داخليا بالفرح والسعادة، فهذا دليل على أن ذلك الإنسان لديه صحة نفسية، وما أجملها. الإنسان عندما يعطي عياله، ينفق على عياله،
يحس لديه إحساس نفسي داخلي أنه قد أفرحهم من داخله من قلبي، سوف يفرح ذلك الأب أو الأم كذلك. وكذلك عندما نساعد، عندما ننفق، عندما نكرم الآخرين، هذا ما نشاهده في مواكب مسيرة الحسين عليه السلام. أينما كانت على هذه الأرض، أينما كانت الأراضي، الشوارع المتجهة نحو صوب كربلاء أو في الدول الأخرى، نشاهد مواكب خدمية لخدمة محبين الحسين عليه السلام، حتى يعطون لغير الزائرين والمحبين لأبي عبد الله. قد نشاهد في الدول الأوروبية مواكب حسينية تعطي لأناس مسيح لا يعرفون حتى الحسين عليه السلام، ولكن من يعطي يحس ولديه إحساس وشعور داخلي بأنه فرح، بأنه اقترب من سيد الشهداء، اقترب من الله سبحانه وتعالى. هذه السجايا الجميلة واللطيفة. أحب وأود أن أوضح نقطة أخرى، الكرم والعطاء التي دائما نحن نعلم به، ألا وهو الكرم والعطاء بالمال أو بالغذاء. الكرم والعطاء أكبر من هذا وأفضل، ألا وهو كرم العلم وعطاء العلم وتعليم الآخرين. العلم الذي نمتلكه لابد أن نوضحه للآخرين، أن نعلمه للآخرين، ألا وهو أثبت وأقدر، وهو يصنع الإنسان، وصناعة الإنسان يأتي بالعلم والمعرفة. وأود أن أشير إشارة بسيطة، يعني أحد الخطباء سمعت من فمه يقول في خدمتي لسيد الشهداء في أيام محرم، كما تعلمون أن الخطباء والرواديد جزاهم الله خير الجزاء يعانون من صوت، من بحة الصوت من كثرة المجالس التي يقيمونها على حب الحسين عليه السلام. أحد الخطباء يقول أنا بح صوتي بسبب المجالس وتفاعلي داخل المجلس، بح صوتي ولدي مجالس أخرى، وقد استحييت من أصحاب المجالس واستحييت من أبي عبد الله الحسين كيف أخدمه ولدي مسيرة طويلة إلى بعد الأربعين. فأشار لي إلى أحد الأطباء بالطب العشب العربي كما يسمونه، يعرف رجل كبير السن، عمره 80 سنة. فذهبت إليه وقلت له: حاج سلام عليكم، لدي كذا وكذا. فقال لي: هذا دواءك. وصف لي دواء كتبها وخلطها مع بعض وأعطاني، لم يتجاوز مرة أو مرتان حتى عاد صوتي أفضل من الأول. فذهبت إليه وقلت له: سيد الكريم، علمني ما هذه الخلطة التي أخلطتها كي دائما أستخدمها، أنت رجل كبير السن. أبى ذلك الرجل أن يعطيني الوصفة، بل سمعت أن أولاده يتوسلون به أن يعلمهم كيف يقوم بهذه الخلطات. لديه علم، وهذا العلم قد بخل به أن يعطيها لأبنائه وأولاده. سادة الأكارم، فالكرم والعطاء يتجاوز من الإعطاء المادي إلى الإعطاء العلم، وأعلى منه ألا وهو الإعطاء والبذل بالنفس والجهاد في سبيل الله والاستشهاد، كما شاهدنا مصيبة الحسين عليه السلام قد بذل وأكرمنا بشهادته ونحن نحيا اليوم على محبة الحسين. فاصل ونواصل. أهلا ومرحبا بكم سادة الأكارم، ونحن عدنا بعد هذا الفاصل. عظم الله لنا ولكم الأجر، وأنا سوف أتواصل مع زملائي في محاور مسيرة الحسين، مسيرة الأربعين، فكونوا معي أحبتي لكي نتواصل معهم من محاور المسيرة الحسينية، مسيرة الأربعين، مسيرة أبي عبد الله الحسين.
تلك المسيرة التي تذكرنا بمسيرة زينب والعيال. أحبتي سادتي، لابد أن نشير إلى شيء مهم، ألا وهو أن مسيرة الحسين عليه السلام الذي نراه اليوم وهم يتجهون صوب كربلاء، ونحن وزملائنا الذين في محاور بغداد، محاور النجف، محاور بابل، كل محاور يبذلون قصارى جهدهم من أجل إيصال تلك الصورة الجميلة، الصورة الحسينية للعالم ولكم. حيوا معي زميلي علاء الموسوي. أهلا علاء الياسري، أهلا ومرحبا بك زميلي علاء الياسري من محور النجف. زميلي علاء، حدثني عن كربلاء، حدثني عن مسيرة الأربعين بالصورة عامة قبل أن أبتدأ معك محور حديثي لهذا اليوم، ألا وهو الكرم والعطاء الحسيني. ولكن في أول بادئ الكلام أود أن أعلم من جنابك الكريم، ما هي مسيرة الأربعين؟ كيف تشاهد الزوار وهم يتجهون صوب قبلة المعاشقين الحسين عليه السلام؟ حياك الله زميلي حيدر، صباحك نسمات من طريق الأربعين، صباح الحفظ والرعاية للقاصدين كربلاء المقدسة. أعظم الله أجورنا وأجوركم أحبتي المشاهدين الأكارم. نحن لازلنا وإياكم مستمرين بهذه التغطيات المباشرة عبر شاشة قناة كربلاء الفضائية من طريق يا حسين، الطريق الذي يربط محافظة النجف الأشرف بمحافظة كربلاء المقدسة. حقيقة زميلي حيدر، لا زال المحبون والعاشقون لسيد الشهداء يتجهون سيرا على الأقدام ملبين، وليجددوا العهد والولاء لأبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام فيما يقدم، وخصوصا أن اليوم عنوان المحور هو الكرم والعطاء الحسيني. حقيقة الجهود كبيرة يبذلها خدام الإمام الحسين عليه السلام على هذا الطريق من تقديم الغالي والنفيس لزوار سيد الشهداء عليه السلام، جهود متواصلة. أنا أقف بالتحديد في مدينة الإمام الحسن المجتبى، هذه المدينة التي التابعة للعتبة الحسينية المقدسة، حقيقة تقدم خدمات متكاملة لزائري سيد الشهداء عليه السلام، حيث هنالك قاعات مكيفة مجهزة بكافة وسائل الراحة ووجبات طعام، وجبات إفطار، وجبات غداء، وجبات عشاء تقدمها هذه المدينة إلى الزائرين، بالإضافة إلى مواكب خارجية في باب المدينة تقدم خدمات أيضا دينية ثقافية. وخصوصا أنت أشرت قبل قليل في حديثك إلى العلم والمعرفة، هذه الخدمة التي يقدمها عشاق الإمام الحسين، نوع من أنواع الكرم الحسيني، الكرم والعطاء الحسيني، ألا وهو العلم. حدثني عن هذا، أحسنت زميلي علاء، كيف تجد الكرم؟ نعم، الكرم والعطاء الحسيني في طريق الحسين بكل أشكاله وألوانه. نعم زميلي، هنالك يعني أقسام تابعة للعتبة الحسينية المقدسة، وبالتعاون مع مدينة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام للزائرين قامت بنصب محطات ثقافية دينية. هذه المحطات بعضها تابعة إلى قسم تطوير الموارد البشرية التابع إلى العتبة الحسينية المقدسة، وبعضها الآخر. طبعا قسم تطوير الموارد البشرية مهتم اهتماما كبيرا بشريحة الشباب، هذه الشريحة المهمة في المجتمع، يقدم لها قسم تطوير الموارد البشرية برامج ثقافية، نشاطات، مسابقات دينية تهدف إلى إعداد جيل حسيني متمسك بالثقافة الدينية الحسينية. وكذلك قسم رعاية الطفولة الذي يستهدف شريحة البراعم والفتية، أيضا يقيم برامج دينية وأنشطة ثقافية ومسابقات على هذا الطريق. وكذلك أيضا هي تخدم هذه الشريحة ليتم تثقيفها وتوعيتها على نهج الإمام الحسين عليه السلام.
تلك المواكب وتلك المؤسسات والهيئات التي تؤكد على هكذا موضوع مهم، ألا وهو إعطاء المعلومة للزائر، إعطاء المعلومة للشباب كما أشرت زميلي علاء. حدثني أنت شخصيا، ما هو أبرز كرم وعطاء حسيني شاهدته في مسيرة الأربعين أمام عينيك لكي ننقل هذه الصورة من خلالك إلى المشاهد؟ نعم زميلي حيدر، هنالك الكثير من المشاهد في طريق الإمام الحسين. أتحدث لك عن مشهد رأيته يوم أمس، حيث قام أصحاب المواكب الحسينية على هذا الطريق بتنظيم سفرة أطلقوا عليها سفرة أم البنين، اشترك فيها جميع أصحاب المواكب الحسينية وكأنهم في بيت واحد، اشتركوا فيها جميعهم وقدموها للزائرين. كانت سفرة حقيقة كبيرة وجميلة، وإن دل هذا يدل على الأخاء، نراهم اليوم متوحدين يشتركون في تقديم هذه الخدمات للزائرين. حقيقة زميلي حيدر، هناك الكثير من المشاهد، وأنا أرى المتطوعين، هذه الجهود التي يبذلها هؤلاء المتطوعين بديا من البراعم إلى الشباب إلى كبار السن، وكذلك دور كبير للنساء أيضا، أمهاتنا وأخواتنا الذين يتواجدن من الصباح الباكر على هذا الطريق لتقديم الخدمات لزائري المولى أبي عبد الله الحسين. زميلي حيدر، لو سمحت لي أن ألتقي بالقرب مني الآن أحد الأخوة المتطوعين الذين واظبوا على الحضور والوجود في طريق الأربعين لخدمة زائري الإمام الحسين عليه السلام. نعم. حياك الله خويا، وأعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعار الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العلي العظيم. نعزي الأمة الإسلامية ومراجعنا العظام وعلى رسوم السيد علي السيستاني بمناسبة ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. نحن مؤسسة صاحب الأمر الثقافية أتينا إلى مدينة الزائرين لتقديم المساعدة مع موظفي لمدينة الزارين مدينة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام لتقديم. عفوا، حدثنا عن طبيعة الخدمات التي تقدمها بالاشتراك مع منتسبي مدينة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، وما هي الفئات العمرية المشتركة؟ هل فقط شباب كبار سن أم الجميع يشترك في تقديم هذه الخدمة؟ والله الجميع يشترك ويتبرك في هذه الخدمة، في خدمة زوار أبا عبد الله الحسين، من كبار ومن شباب ومن كافة الفئات العمرية لتقديم المساعدات لزوار أبا عبد الله الحسين أثناء دخولهم إلى مدينة الزائرين. وتوجد هنا كافة الخدمات التي تقدمها مدينة الزائرين، منها خدمات، منها قاعات موجودة للمنام، وإضافة إلى تقديم كافة الوجبات الغذائية الصباحية والفطور والغداء والعشاء وكذلك المنام. ومؤسسة صاحب الأمر الثقافية ومؤسستنا التي أتينا من محافظة الديوانية قضاء الحمزة الشرقي لمساعدة الزوار في ومساعدة الزوار في نعم زميلي علاء، أحسنت، بارك الله بك وبالزائر الكريم وبهذا الرجل الذي يخدم سيد الشهداء عليه السلام وهو بهذا العمر، وكذلك أشرت إلى تلك المواكب والهيئات التي تخدم سيد الشهداء في مسيرة الأربعين بكل الوسائل وبكل الأنواع والصنوف كلا حسب سعته. حقيقة أود أن أعرف ما هو نوع
العطاءات أو من نوع الكرم الذي قد تأثروا به، كيف يجودون بأنفسهم، كيف يخدمون سيد الشهداء، جموع كثيرة، مواكب كثيرة، هذه المواكب كيف اجتمعت، كل هذا يعبر عن كرم وعطاء. ما هي أبلغ الأنواع الكرم الذي تشاهدونه أو يقدمونه؟ نعم سادة الأكارم، الكرم والعطاء الحسيني كما أشرت وكما تعلمون ونعلم أن سيد الشهداء هو أكثر شخص على هذا على هذه البقيعة التي قد بذل مهجته في سبيل الله، ألا وهو قد أشرنا إلى أن الكرم أنواع وأشكال وأعلاها درجة، ألا وهو الكرم بالنفس، أن الإنسان يجود بنفسه وأن يستشهد وأن يقتل في سبيل الله، ألا وأن سيد الشهداء قد شاهدنا هذا الفعل، بل الحسين استشهد بكل أنواع الشهادات. الحسين عليه السلام عندما نسمع أو عندما نقرأ أو عندما نشاهد ونتخيل تلك المصيبة نشاهد كرم الحسين بكل الجوانب، قد أكرمنا وأعطانا من عطائه الواسع. الحسين عليه السلام قد أرانا الكثير من الصور، وأول كرومة الحسين أكرمنا به ألا وهي خدمته عليه السلام. أعود مع زميلي علاء الياسري لكي نتحاور معه. زميلي علاء الياسري، أهلا ومرحبا بك وأنت عدت معي. الكرم والعطاء الحسيني، أول كرم شاهدناه من سيد الشهداء عندما أكرم أعداءه العطاشة وكان قائد الجيش عندما جاء الحر معه مجموعة وقد جعجعوا بسيد الشهداء عليه السلام على أرض كربلاء، كانوا عطاشة، الحسين عليه السلام أعطاهم الماء وقد رشف الخيل ترشيفا، هكذا تقول الروايات. وشاهدنا ماذا صنعوا بسيد الشهداء بعد أن قال الحسين أكثر من مرة أنا عطشان وحق جدي الحسين. لك الكلمة يا سيد علاء. نعم زميلي حيدر، حقيقة هنالك الكثير من المشاهد التي هي جاءت واستمدت فعاليتها ونشاطها من النهضة الحسينية. حقيقة أصحاب المواكب لم يدخروا شيئا إلا وقدموا. أنا التقيت يوم أمس بتقريبا 10 شباب، هؤلاء الشباب يتخذون أو يجمعون الأموال من عملهم، كل جميعا هم كسبة، حقيقة جميع هؤلاء الشباب هم كسبة، يعملون أعمال مختلفة، يقولون أننا ندخر شيئا من أجرنا اليومي، الأجر الذي يحصلون عليه يجمعونه لهذه الأيام وينتظرونها بشوق لكي يستطيعوا أن يشاركوا البقية في تقديم الخدمة لزائري المولى أبي عبد الله الحسين. هنا في هذا الطريق الكل متساوية في تقديم الخدمات، هنالك يعني مهندسين، دكاترة جامعات، أطباء، كل الصفات، مدرسين، كل الصفات العلمية والمهنية تشارك هنا في تقديم الخدمة لزائري المولى أبي عبد الله الحسين، ناهيك عن الأطفال، عن الفتية، عن الشباب، عن رجال كبار السن، عن النساء مثل ما ذكرت قبل قليل، الكل هنا تراه منذ الصباح الباكر يقدم الخدمات لزائري المولى أبي عبد الله الحسين، والكل هنا يعمل بابتسامة راضية وقلب محب ولسان وهج بنحن خدام أبو علي. الكل يعبر عن هذه الكلمات الصادقة لزائري الإمام الحسين، هنالك تعاون كبير بين الزائرين وبين خدام الإمام الحسين، وكذلك التزام بما أوصانا به الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار عليهم السلام، وحثت عليه المرجعية الدينية العليا قبل أيام بالالتزام بتنظيف الطريق. هنالك وعي ثقافي وديني والتزام بكل هذه الوصايا من قبل زائري الإمام الحسين عليه السلام، وأنت الآن تشاهد هذه الجموع الغفيرة التي تتجه صوب كربلاء، هذه أعدادها بالملايين، تحتاج إلى مأوى، تحتاج إلى طعام، تحتاج إلى ماء، تحتاج و
متحدية كل الصعاب، متحدية ارتفاع درجات الحرارة، متحدين كل شيء، هدفهم هو الوصول إلى سيدهم وحبيبهم الإمام الحسين عليه السلام، يواصلون الليل بالنهار من أجل الوصول إلى تلك القبة النوراء، تلك القبة الذهبية القريبة من رحمة السماء. هؤلاء الزائرون وخدام الإمام الحسين قلب على قلب، متشوقين ومتلهفين لهذه الأيام المباركة. يعني حقيقة عندما نلتقي بهم حقيقة هنالك مشاعر الحب والولاء تنبع من قلوبهم الصادقة، وهم يسيرون صوب قبة أبي الأحرار وسيد الثوار الإمام الحسين عليه السلام. تلك هي سر من أسرار الحسين عليه السلام، عندما ينجمع ملايين من البشر في بقعة واحدة، في أرض واحد، في ساعات واحدة، نشاهد أن الجميع متحابين، متكاتفين، متسالمين مع البعض، بينما في أيام أخرى أو في بقاع أخرى، في أماكن أخرى لا نشاهد هذا التكاتف، ملايين من البشر يتكاتفون. حتى هذا التكاتف وحتى هذا إمكانية الإنسان، إمكانية الفرد الإمساك بأعصابه، بنفسيته، ارتفاع درجات الحرارة، نشاهد أن هذا الرجل أو المرأة أو الطفل، كبير السن، صغير السن، الشباب، الكل متوادين، الكل متحابين. ألا وكل تلك الأمور التي قد أشرت إليها وقد نشير إليها ما هي إلا إعطاء وأكرومة من أكرومات الحسين عليه السلام لنا. زميلي علاء، كربلاء بكل صورها هي معاجز، والمعجزة الأكبر ألا وهي تلك الجموع الغفيرة عندما نشاهدها تتجه صوب الحسين وهم لا يعتبرون ولا يهتمون لا بالتعب ولا بارتفاع درجات الحرارة ولا بتشقق أقدامهم، ولكن هي عبارة عن صورة داخلية تنبع من أعماقهم، تنبع من عشقهم لسيد الشهداء عليه السلام، ألا وهو الحسين أكرمنا بحبه فلنتمسك به. زميلي حيدر، لو سمحت لي أن أشير إلى نقطة مهمة. زميلي حيدر، نحن ذكرنا في الأيام السابقة أن هذا الطريق هو جامعة متكاملة تحتوي على مناهج دينية وثقافية، تحتوي على منهج مهم ألا هو منهج العطاء والكرم الحسيني. هذا الدرس المهم، حيث نرى الزائرين ونحن نلتقي بهم حينما ترتفع درجات الحرارة في وقت الظهيرة وعندما يأتي الغروب، هؤلاء الزائرين يحتاجون إلى مأوى، يحتاجون إلى أماكن ليستريحوا فيها، ليخفف عنهم التعب والجهد وهم يسيرون صوب كربلاء المقدسة. حقيقة زميلي، نرى هنا على هذا الطريق رجل كبير، يعني يقف هو وأبناءه في هذا الطريق، يشكلون كأنما جسرا، يرحبون في الزائرين، يدعونهم للضيافة في منزله لكي يقدم الخدمة أيضا للزائرين. أنا أقف الآن زميلي حيدر في منطقة تابعة إلى قضاء الجدول الغربي ضمن الحدود الإدارية لمحافظة كربلاء المقدسة. حقيقة يمتاز أهالي هذه المنطقة بالكرم والضيافة والشجاعة، نراهم يعني في وقت الظهيرة يقفون هنا على هذا الشارع، يطلبون من الزائرين أن يذهبوا معهم ليستضيفوهم في منازلهم، وكذلك يتجدد هذا الشيء على طول الوقت. نرى هنا أصحاب المنازل يقفون ليأخذوا الزائرين إلى منازلهم ليستريحوا بعض الوقت، ومن بعدها يواصلون المسير. لكن أريد أن أشير إلى نقطة مهمة أيضا، أن هذا يعتبر درس هو الأخاء والمحبة بين هؤلاء الزائرين. فعندما نسأل بعض الزائرين يقولون أننا نتواصل، نبقى على تواصل حتى بعد زيارة الأربعين، يبقون على تواصل مستمر مع أصحاب البيوت الذين يستضيفوهم، وربما أصبحت هنالك بينهم علاقات
كبيرة، وبعضهم يعني أصبح يعني صلة رحم بينهم، هنالك تواصل، هنالك يعني بعد زيارة الأربعين. فهذا درس مهم زميلي حيدر، نريد أن نرسله إلى كل العالم، أن طريق الإمام الحسين يمتلك يحتوي على مناهج دينية وثقافية، وبالخصوص هو منهج التكافل، وما نراه يعني من ضيافة ومن محبة وأخوة بين الزائرين وبين خدام الإمام الحسين عليه السلام. وهو صورة جميلة ولطيفة عندما نشاهد حتى عبر المواقع التواصل الاجتماعي، نشاهد هذه الصور الجميلة وأصحاب المواكب أصحاب البيوت وهم يستضيفون الزائرين في بيوتهم، تكون بيوت متواضعة، وحتى صاحب المنزل يكون قد يكون من الطبقة الفقيرة ولكن ارتأى إلا أن يخدم الحسين بكل شكل. زميلي علاء الياسري من محور النجف، شكرا جزيلا لك، بارك الله بك وبجميع زملائنا. أحبتي المشاهدين، الصور من كربلاء ومسيرة الحسين عليه السلام كثيرة وكبيرة، وقد نتخيل بصور خيالية في عقلنا اللاواعي كيف هؤلاء الناس لديهم تلك الإمكانية على خدمة الحسين بهذا الشكل، حقيقة ألا وهي معجزة، معجزة بحد ذاتها. لابد تلك الرسائل الحسينية، لابد تلك الصور الجميلة التي نشاهدها بأعيننا أن ننقلها للعالم، تلك الصور لابد أن تدرس في الجامعات ويعمل عليها بحوث دراسية، كيف يمكن لهؤلاء الأفراد، لأناس بسطاء حقيقة، الكثير من أصحاب المواكب والبيوتات هم بسطاء ميسوري الحال، ولكن يخدمون الحسين عليه السلام بكل شكل بكل نوع. يوم غد أنا شاهدت مقطع فيديو لبيت، حقيقة البيت يكاد بيت متهالك، ولكن أحد الزائرين ينقل صورة عن الغذاء المقدم لهم، أنواع من الأطعمة مقدم لهم على سفرة أبي عبد الله الحسين، يقول هذا الطعام كأنه ليس من بيت فقير، بل أنه طعام ما لذ وطاب من بيت غني. ذلك دليل على أن خدمة سيد الشهداء هي ينبع من القلب، ينبع من قلب الفرد عندما يقوم بخدمة الحسين. حب الحسين أجننا وجننا العالم، وكذلك محبي الحسين والسائرين على دربه. فاصل أحبتي ثم نواصل. تربة عجيبة بالدم خضيبة صارت علم، والبيئة لم يمشي الطبيبة، صارت علم والبيئة لم يمشي الطبيبة. تربة عجيبة كل ما قسى ويا يدهر وبوجه سد الباب، يا كربلة الأرضج أحم يا ريحة الأحباب، من نبتعد عن تربتك بجفون أشيل التراب، بيه الأمل بيه الشفا مو بس حزن ومصاب، بذكرياتي عمري وحياتي، أي بذكرياتي عمري وحياتي. أقسم قسم والبيئة لم يمشي الطبيبة، أقسم قسم والبيئة لم يمشي الطبيبة. تربة عجيبة، تربة عجيبة بالدم خضيبة صارت علم، والبيئة لم يمشي الطبيبة، صارت علم والبيئة لم يمشي الطبيبة. تربة عجيبة لو سافرت وتغربت يبقى القلب وياك، وابقى انتظر
فوق الجمر ما ينحمل الفرقات يا كربلاء وشرفك واشرف أرض خلاك لهف الطفل ضاع بغرب أتلهى في الملقات بين المناير. اللهم اجعل لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. أحبتي سادة الأكارم، الكرم والعطاء الحسيني اللامتناهي الذي لا ينتهي أبدا مع الحسين عليه السلام. محور الحلقة الكرم والعطاء الحسيني، سوف أتحاور مع زميلي جلال طالب من مدينة الإمام الحسين عليه السلام من محور بابل. أهلا ومرحبا بك زميلي جلال طالب. زميلي نعم، بسم جلال الله الرحمن طالب. الرحيم تفضل. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا سيدي مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. حياكم الله زميلي العزيز، عظم الله لكم الأجر وللسادة المشاهدين. وعظم الله لك الأجر زميلي جلال، بارك الله بكم، الجهود التي تبذلونه إن شاء الله في ميزان حسناتكم أنت وباقي الزملاء في كل المحاور ومن هو خلف كاميرتك، الجميع إن شاء الله مأجورين. هذا نوع من أنواع الكرم والعطاء منكم تبذلونه في سبيل الله على محبة الحسين عليه السلام، ألا وهو محور الحلقة لهذا اليوم، الكرم والعطاء الحسيني. كيف تقرأ هذا العنوان من خلالك؟ أود أن أعلم أنت كيف تقرأ الكرم والعطاء الحسيني قبل أن نبتدأ به يمنة ويسرة أنا وأنت. نعم زميلي العزيز، حقيقة العطاء الحسيني هنا في طريق الزائرين، وأنا أقف أمام مدينة الإمام الحسين عليه السلام للزائرين على مدى أيام، وأنت تعلم أن كوادر قناة أو مجموعة قنوات كربلاء الفضائية مستنفرة لنقل هذه الصورة الحية على الهواء مباشرة، ونحن حقيقة نرصد كل لحظة مواطن العطاء الحسيني. العطاء الحسيني حين يأتي الأب وزوجته وأبنائه مشياً على الأقدام قاطعاً مسافات آلاف الكيلومترات من البصرة والناصرية والعمارة والسماوة والديوانية، مروراً بمحافظة بابل إلى محافظة كربلاء. العطاء الحسيني أن يجتهد رجل الأمن من أجل حفظ الأمن، أن يجتهد رجل المرور من أجل تنظيم السير، أن يجتهد صاحب الموكب لأجل تقديم الخدمات. هي صور حية للعطاء الحسيني. حقيقة صور العطاء الحسيني على هذا الطريق لا يمكن حصرها من خلال يعني بضع كلمات. العطاء الحسيني هو على امتداد الطريق، هنالك صور حقيقة يعني اليوم حملات التنظيف على هذا الطريق، يعني مرورا بمدينة الزائرين وصولا إلى محافظة كربلاء، حملات التنظيف التي يقوم بها الشباب من الرجال والنساء من أجل تنظيف طريق الإمام الحسين هي أيضا نوع من العطاء الحسيني. حين يقف الشيخ الكبير على يعني أدراج موكب لتحية الزائرين هذا نوع من العطاء الحسيني. رجل الصحة، رجل يعني الأطفاء، كلها هي صور حقيقة للعطاء الحسيني. يعني هنالك صور حقيقة لا يمكن أن أجملها جميعا في محور العطاء الحسيني، إلا أنها حقيقة ناصعة البياض جميلة، نحاول أن ننقلها إلى العالم بهذه الجمالية، بهذه الروحية الممزوجة بالعطاء الحسيني، الإمام الحسيني الذي قدم نفسه لأجلنا جميعا. العطاء الحسيني يكمن من خلال صغار يعني الأطفال الذين يسيرون بلا تعب وبلا ملل وبلا يعني انزعاج خلال الطريق مع حرارة الجو، مع ما يصادفهم على طول الطريق. هنا في مدينة الإمام الحسين عليه السلام العصرية للزائرين أيضا تتجلى صورة يعني صور كثيرة من خلال الخدمة الحسينية، صور كثيرة هي للعطاء الحسيني. نحن نقف أيضا نوع من أنواع العطاء الحسيني. نعم صورة من صور كربلاء أنا وأنت نسلط الضوء عليه،
ألا وهو عندما وقفت مولاتي ومولاتك زينب على جسد أبي عبد الله الحسين عليه السلام وهو مقطع وهو محزوز الرأس من القفا، وقفت وجلست ووضعت يديها المباركتان تحت الجسد الشريف وقالت: اللهم تقبل منا هذا القربان. حقيقة هذا أجمل أكرومة وأجمل عطاء محمدي حسيني، كيف تقرأه؟ نعم، يعني مثل ما ذكرت لك زميلي العزيز، هي صور العطاء الحسيني كثيرة. من واقعة الطف نستلهم كثير من الصور، كثير من المفردات، كثير من الجمل، كثير من الصور الحية التي يعني لا تزال خالدة رغم يعني 1400 عام أو أكثر من 1400 عام. تحاول حقيقة العوائل الماشية إلى مدينة كربلاء تجسيد صورة زينب من خلال العطاء الحسيني، من خلال تجسيد الحجاب بالنسبة للنساء، من خلال الالتزام بالصلاة، من خلال أداء المستحبات، التسبيح، الفرائض، الوقوف على منصات الأسئلة الفقهية، هذه كلها صور للعطاء الحسيني على امتداد التاريخ. يعني هذا الطريق لا يكاد يخلو حقيقة من أي يعني صور العطاء الحسيني الكثيرة. وإذا سمحت لي أن أقدم لك وللسادة المشاهدين نموذج حي للعطاء الحسيني المتمثل من خلال المتطوعين الذين يعملون مع العتبة الحسينية المقدسة من أجل تقديم الخدمة، وهو نوع من أنواع العطاء الحسيني. إذا سمحت لي أن أستضيف أحد المتطوعين للحديث عن يعني مضامين العطاء الحسيني، عظم الله لكم الأجر. عظم الله لكم الأجر وأحسن الله لكم العزاء. حضرتك متطوع في مدينة الإمام الحسين العصرية للزائرين، يعني هل هو من باب العطاء الحسيني الذي يعني استلهمناه من واقعة الطف؟ السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ها نحن جئنا إلى هنا لكي نرسم صورة صحيحة وواقعية عن مدى تضحية الإمام الحسين عليه السلام. ها ونرى الجموع الكبيرة التي نحو كربلاء الحسين لكي تعطي وتقدم من المال، من الطعام، كل ما لديها. هذا قليل وهذا شيء لا يمكن أن نصفه بأي كلمات، ولا يمكن أن نصفه بأي. نعم، يعني حضرتك متطوع أتيت من تلقاء ذاتك لتقديم الخدمة، يعني مشاعرك وأنت تقدم هذا العطاء أو نوع من العطاء الحسيني للزائرين؟ حقيقة الشعور لا يوصف لما قدمت، ما نقدمه الآن ما هو إلا القليل لما قدمه سيد الشهداء الإمام الحسين من دماء وتضحيات. هذا كله نتيجة العطاء الحسيني. كل ما نقدمه فهو قليل جدا. حياك الله، عظم الله لكم الأجر، شكرا جزيلا. نعم زميلي العزيز، يعني التطوع والمتطوعين هم بالآلاف هنا في مدينة الإمام الحسين العصرية للزائرين، يقدمون ويبذلون من أرواحهم، من أنفسهم، من أجل خدمة الزائر. كل الخدمات التي تقدم للزائر الكريم هي نوع من أنواع العطاء الحسيني. أيضا ما لمسناه هنا على طريق كربلاء الإمام الحسين في محور بابل، يعني عدد من شيوخ العشائر الذين لهم عناوينهم العشائرية أيضا يقفون على رأس مواكب يعني تواضعا لخدمة زائري سيد الشهداء. صور العطاء الحسيني كثيرة ولا يمكن أن تحد ولا يمكن أن ترسم ولا يمكن أن توصف. الإمام الحسين قدم للناس كل شيء، لذلك الناس لا تبخس الإمام الحسين شيئا، لا مالهم، لا عطاءهم، لا يومهم، لا وقتهم. ترى الجميع تركوا مناصبهم، تركوا عناوينهم وجاءوا زحفا للإمام الحسين عليه السلام. نعم، عليه الصلاة والسلام. حقيقة معجزة من معاجز كربلاء عندما نشاهد أن تلك الجموع الحسينية، أصحاب المواكب، الهيئات، الكل تقول نحن فداء للحسين، نحن نخدم الحسين دول كلل دول ملل.
هذه بحد ذاتها هي معجزة حقيقة. الناس يبذلون الأموال، يبذلون الأنفس، نشاهد أن هم وعوائلهم، نسائهم، أطفالهم، الكبار، الصغار، الجميع يأتون لخدمة أبي عبد الله الحسين، حتى أموالهم، تركوا البيوت وأتوا لخدمة الحسين عليه السلام، وهم يقولون نحن مقصرون للحسين عليه السلام. ما سر هذه الكلمات؟ ما سر هذه الكلمات التي تخرج من أفواههم ويقول نحن مقصرون مع الحسين؟ ماذا فعل بهم الحسين عليه السلام؟ نعم زميلي العزيز، يعني الصورة من خلفي قد توصل شيء من العطاء الحسيني من خلال حقيقة دا، يعني أشاهد العوائل، كبار صغار أطفال يحملون أطفالهم ورضع على متونهم، يعني كبار السن يتوكع على عصاه، امرأة كبيرة على كرسي متحرك. هذه الصور حقيقة من العطاء الحسيني، هم حقيقة يحاولون المسير بكل ثقة بالنفس، بكل ما يمليه عليه ضميرهم لتقديمه للإمام الحسين. أيضا على طول الطريق رابط إلى محافظة كربلاء من محافظة بابل، ونحن نقف تقريبا في الربع الأخير من هذا الطريق. هنالك هذا العام أنشئت مشاريع خدمة أو لكي تيسر وصول الزائرين إلى مدينة الإمام الحسين. حقيقة استطلعنا في تغطية خاصة لقناة كربلاء بعض هذه المشاريع، من جسور، من نقل جماعي، من مواكب خاصة تقدم خدمة خاصة. كلهم يقولون أننا نبذل كل شيء للإمام الحسين، لأن الإمام الحسين على مدى سنين يعني يعطينا كل شيء. هم يجمعون المال من العام حتى العام، فقيرهم وغنيهم، صغيرهم وكبيرهم، من أجل يعني إحياء هذه الزيارة في العاشر من المحرم في يوم الأربعين. هنالك صور تتجلى حقيقة هذا العام، هنالك مشاريع تطوعية كثيرة على طول الطريق رابط، هنالك مسرح أنشئ، هنالك سينما 3D، هنالك يعني منصات خاصة للأطفال لتسلية الأطفال المارين لكي ينسيهم تعب الطريق. هذه كلها في سبيل خدمة الإمام الحسين وفي سبيل عطاء الإمام الحسين. إذا سمحت لي أن أستضيف أحد رجال الدين للوقوف على معنى العطاء الحسيني، عظم الله لكم الأجر شيخنا. عظم الله أجرك. الله يعني. أول شيء تعرفني بنفسك. شيخ صالح الأسدي، منتسب عتبة حسينية، مبلغ في مدينة الإمام الحسين عليه السلام للزائرين طريق بابل. حياكم الله. يعني أبدأ من عندكم شيخنا، يعني أنتم في هذا الطريق تقفون 24 ساعة لأجل الوقوف على مسألة شرعية أو تقديم نصيحة معينة، هل هذا نوع من أنواع العطاء الحسيني أيضا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم، مثل ما تفضلت جنابك، احنا المبلغين عندنا تقريبا انذار 12 ساعة المكتسبين كعتبة حسينية. واجبنا هنا هو الاستفتاءات والشرعية كذلك الاجتماعية، وهذا نوع من أنواع العطاء الحسيني. سلام الله عليك يا أبا عبد الله، كيف لا يكون هكذا وهو من ورثة الأنبياء؟ السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، إلى أن يصل السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، كذلك هذا هو عطاء حسيني لا ينفذ ويتجدد في كل عام، ولا بل في كل يوم، خصوصا أن نحن في كربلاء كل ليلة جمعة. هذا هو عطاء. كذلك قال النبي صلى الله عليه وآله: من زار الحسين عارفا بحقه كتب الله له 1000 حجة و1000 عمرة، ألا من زاره فقد زارني، ومن زارني كأنه زار الله سبحانه وتعالى. فجعل الله سبحانه وتعالى هذا عطاء، جعل الله الإجابة تحت قبته، والدعاء تحت القبة، والورثة من أولاده بعد، والشفاء في تربته، هذا عطاء لا ينفذ. شيخنا العزيز، على طول الطريق وأنتم تجلسون على الطريق يعني تختفي العناوين، تختفي المسميات، ربما الفقير قبل الغني يجمع المال من العام حتى العام لأجل يعني تقديم العطاء أو صورة من العطاء الحسيني. يعني كيف
تشاهدون رسم هذه الصورة أو اللوحة الجميلة للعطاء الحسيني على طول الطريق. نعم، أنا أروي لك حادثة البارحة وقصة. امرأة عندها رعاية اجتماعية، فقط راتب رعاية اجتماعية، تقول أنا أجمع المال من السنة من محرم إلى محرم القادم، حتى شنو؟ حتى أقدم فشي للحسين عليه السلام. وقلت أنا بجوابي إلها قلت لها أنت مو مكلفة. قالت شلون مو مكلفة؟ أنا شلون مو مكلفة؟ امرأة لا تملك إلا راتب الرعاية تجمع من السنة إلى السنة في سبيل تشارك وتدفع. هذا شنو؟ هذا عطاء للحسين عليه السلام ولزوار الحسين عليه السلام. شيخنا يعني الأب والأم والصغار والكبار كعوائل، وخاصة نحن أمام مدينة الحسين للزائرين يدخلون كعوائل، يعني هل يكمن العطاء الحسيني في تكوينة الأسرة، يعني أسرة الأسرة الحسينية؟ هل هو نوع من العطاء الحسيني أن يجلب أسرته بالكامل في هذا الجو اللاهب؟ نعم، العطاء الحسيني قلنا عطاء لا ينفد، وهذا العطاء ترسخ في عقيدتنا نحن وتواصل من الآباء إلى الأبناء حتى للأحفاد. بعض العوائل يقسم وينذر في سبيل إلى جاء طفل يجيبه مشي للحسين عليه السلام، يجيبه بالتعب والعناء والكذا المن حتى يصل للحسين، وهذا نوع من أنواع العطاء، وهذا عطاء عقائدي أيضا فقط، مو وكذلك هو غير مكلف شرعا، لكن عقيدته تملي عليه أنه حتى يزور الحسين عليه السلام ويتبارك بالطفل لإلمن للحسين عليه السلام حتى مواساة لعبد الله الرضيع عليه السلام. العطاء الحسيني شيخنا هل هو نوع من رد الجميل للإمام الحسين؟ هل هو من رد الفضل للإمام الحسين؟ أم أنه أصبح من فطرة الإنسان هذا العطاء الحسيني على طول العام، ونحن كل عام نشهد يعني صور جديدة للعطاء الحسيني؟ نعم، أنا أشاركك الرأي بالاثنين، أيضا رد الجميل للحسين ولعائلة الحسين عليه السلام، كذلك للفطرة السليمة اللي إحنا بنينا أنفسنا عليها وعوائلنا اللي بنيناهم عليها. هذا أشارك الاثنين، أيضا الفطرة وكذلك رد الجميل للعائلة المسبية والمذبوحة. شكرا جزيلا، عظم الله لكم الأجر. نعم زميلي العزيز، حقيقة الصورة هنا في هذا الطريق، في طريق محور بابل، تتجلى في كثير من المشاهد. يعني حقيقة قد لا أستطيع أن أنشئ جملا مترابطة مسبوكة لغوية نحوية في سبيل رسم هذه الصورة الجميلة للعطاء الحسيني على طول الطريق. هنالك مشاهد كثيرة للمواكب الحسينية، للهيئات، للعتبة الحسينية، للعتبة العباسية، لفرق الدفاع المدني، لرجال الأمن، للصحة، للمتطوعين، هي كلها صور جميلة للعطاء الحسيني على طول اليوم على مدى 24 ساعة. هذا العطاء الحسيني، هذه صور العطاء الحسيني لن تتوقف على مدار ال 24 ساعة، لا ليلا ولا نهارا، ونحن سوف نشهد بعد ساعات قد تصل درجة الحرارة إلى 50 51، لكن تبقى صور العطاء الحسيني. يعني كلما يعني نحن حقيقة إن صح التعبير نتحدى يعني صور العطاء الحسيني من أجل تقديم الأفضل للعالم. أيضا من صور، يعني لكي لا أنسى، من صور العطاء الحسيني أن يأتي يعني أخواننا من الدول المجاورة، من الدول البعيدة، من أوروبا، من أستراليا، من أمريكا، من لبنان، من مصر، من سوريا، نشاهدهم هنا على هذا الطريق يحملون متاعهم على أكتافهم، صور يعبر عن عشق العشق الحسيني، عشق العشاق لمعشوقهم الحسين عليه السلام. الإمام الحسين عليه السلام أعطى كل شيء لله، فأعطاه الله كل شيء. الحسين عليه السلام بذل النفس والمال والأبناء والأولاد وخيرة العائلة، وبذل خيرة الأصحاب في سبيل الله، فكيف الله سبحانه وتعالى جاز الحسين أن يعطيه القلوب تهفو إلى الحسين عليه السلام؟ وكذلك الناس لا تقصر، لأن لديهم إحساس في نفوسهم، في دواخلهم، أن ما يملكونه هو من الحسين عليه السلام،
هو استجابة لدعواتهم تحت قبة الحسين عليه السلام، ألا وهي تلك القبة التي قد أوصى النبي وقد قال النبي في حقه أن الشفاء في تربتك والدعاء مستجابا تحت قبتك والأئمة من نسلك يا حسين. فالأناس فالمحبين والشيعة أمير المؤمنين وعشاق الحسين عليه السلام ما يبذلونه يحاولون أن يلتصقون بسيد الشهداء من هذا الجانب، ومن جانب آخر أن إحساسهم أن دعواتهم مستجابة تحت قبة الحسين، وأن الإمام الحسين كل ما بذله في سبيل الله لم يعبأ ولم يهتم. وكذلك لابد نحن أن نتصور بتلك الصورة الجميلة، الصورة العظيمة، الصورة الهادفة التي قد رسمها لنا سيد الشهداء عليه السلام. لابد لنا أن نفهم قضية الحسين، لابد لنا أن نفهم ما هي الرسائل الحسينية التي أراد الإمام الحسين أن يوصلها إلينا. اليوم قد نفهم بعض تلك الرسائل، ليس كلها، ليس جلها، بل بعض منها، ألا وهو البذل، الإعطاء في سبيل الله. فتح أيادينا، فتح قلوبنا، ألسنتنا تكون جميلة لطيفة نلاطف بها الآخرين. اليوم عندما نشاهد أكثر من 25 مليون أقل أم أزيد، نشاهد الكل يجتمعون في كربلاء أو صوب كربلاء، الكل متوادون متحابون، غير متشنجين مع بعضهم البعض، بل أحدهم يخاطب الآخر بالكلام اللطيف والجميل، أنا خادمك، أنت أخويا، تفضل، زاد أبو علي، شاي أبو علي، ماي أبو علي، كل شيء ينسبونه للحسين عليه السلام. ذلك دليل على أن الحسين ترسخ في أرواحهم، ترسخ في دمائهم، على أنهم يريدون أن يلتصقوا بالحسين، كان يكتسبوا من عطاءات سيد الشهداء كي ينالوا شفاعة الحسين في الدنيا زيارته، وفي الآخرة القرب منه وشفاعته ورؤيته ورضاه. وذلك ما نلتمسه نحن وأنتم أحبتي الكرام المشاهدين والمستمعين وكذلك السائرين نحو درب الحسين عليه السلام. إن الإمام الحسين لديه صور كثيرة للكرم والعطاء، تلك الصور والكرم والعطاء لابد أن نشير إليها. وما قولكم زميلي من كل ما تشاهدونه من تلك الصور الحسينية والعطاءات الحسينية، عندما نسمع وعندما نشاهد أو عندما نقرأ مصيبة الحسين عليه السلام يوم العاشر بعد العاشر، هي كلها عبارة عن عطاءات حسينية وأكرمات حسينية لنا، كيف نقرأها ونفهمها؟ نعم زميلي العزيز، حقيقة يعني أمامي صورة من تجليات العطاء الحسيني، أن تحمل والدة شهيد صورة ابنها الشهيد يعني على صدرها، مفتخرة بكل ثقة تمشي إلى الإمام الحسين رافعة رأسها، وهذه صورة حقيقة كثيرا ما نشاهدها على طريق الإمام الحسين، أن يفتخر يعني أن تفتخر عوائل الشهداء بشهدائهم الذين تأسوا بالإمام الحسين، قدموهم في سبيل الوطن، في سبيل العقيدة، في سبيل يعني المبدأ الصحيح. صور تتجلى حقيقة، يعني أب يحمل صورة ابن الشهيد أو طفل صغير يحمل صورة أباه الشهيد، وهذه صورة من تجليات العطاء الحسيني. قد يعني يشير لي زائر يوم أمس أن مسألة البذل والعطاء المادي في طريق الإمام الحسين أصبحت مسألة لا يمكن ذكرها، لأنها بسيطة جدا أمام عشرات الصور من العطاء الحسيني. هم يعتقدون أن مسألة المال وجمع المال وإقامة موكب لتقديم الطعام والشراب هي أصبحت من بديهيات طريق عاشوراء، طريق الإمام الحسين في كل محافظات العراق، من البصرة حتى كربلاء ومن الموصل حتى كربلاء. يعني أصبحت صور يعني صورة نمطية للبذل، هم يعطون ويمنحون الإمام الحسين صور متجددة كل عام، يعني صور من الجميل أن تنفرد بها، ينفرد بها هذا الطريق.
تجليات العطاء الحسيني كثيرة لا يمكن عدها ولا يمكن حصرها ولا يمكن يعني التنبؤ بها. على هذا الطريق نجد عشرات صور العطاء الحسيني، إعلاميون من القنوات الفضائية الخليجية والعربية يقفون منذ الصباح الباكر يحاولون إيصال صورة حقيقية لهذا الزحف المليوني، وربما بعض الشعوب يعني عليها جديد أن ينقل إليها هذه الصورة. هي أيضا من نوع من أنواع العطاء الحسيني. مراسلي الوكالات الأنباء الأجنبية يقفون هنا عند مدينة الإمام الحسين العصرية للزائرين لنقل صورة الكرم الحسيني، الجود الحسيني، الزحف المليوني الهائل. هي كلها هذه صور وتجليات للعطاء الحسيني. أيضا لا نغفل يعني هنالك دور قد يعني أدوار قد تكون صغيرة لكنها نوع من أنواع العطاء الحسيني على طول الطريق. من يتبرع بسيارته الخاصة ويكتب عليها لنقل الزائرين مجانا هي نوع من أنواع العطاء الحسيني. من يحمل مكبرة صوت للمقتل الحسيني ولصوت حمزة الزغير مثلا يعتبرها نوع من أنواع العطاء الحسيني. هم يبذلون يعني كل حسب تكليفه، كل حسب استطاعته، ويعتبره نوع من أنواع العطاء الحسيني. ونحن أيضا في مجموعة قنوات كربلاء نحاول تسليط الضوء على بعض المبادرات الفردية التي تظهر صور العطاء الحسيني في أجمل صورة من تجلياتها، مثلا ما يقوم به بعض النساء من الدعوة إلى صلاة الجماعة أو يعني أثناء صلاة الصبح وصلاة الظهر هي نوع من أنواع العطاء الحسيني. التنبيه إلى حجاب زائرة معينة هو نوع من أنواع العطاء الحسيني. كلها صور ولكن كل حسب تكليفه واستطاعته يحاول أن يصل إلى العطاء الحسيني والكرم الحسيني بصورة مبسطة جميلة إلى العالم. مثل ما تفضلت حضرتك أستاذ حيدر أن من ينادي على الزائرين لأجل تقديم الطعام، من أجل تقديم خدمة بلسان لطيف جميل، هي أيضا من صور العطاء الحسيني. وكثيرا ما نشاهد هذه الصور هنا على طريق الإباء، على طريق الإمام الحسين. نعم، الكثير من الصور التي نستطيع أن نقرأها نشاهدها، الكثير من تلك الصور. أحبتي، الإمام الحسين عليه السلام كما أشرنا وكما تحدثنا وكما نشاهد وكما نسمع أن الكثير يقولون أن هذه السنة مختلفة عن السنة الماضية. زميلي جلال، لماذا كل سنة نقول أن هذه السنة مختلفة عن السنة الماضية، أن هذه السنة أكبر وأوسع، أشياء مختلفة، أشياء متغيرة، الزوار أكثر، كل سنة تتجدد تختلف؟ ضعني على الصورة. فعلا حتى نحن بيننا كأفراد كثيرا ما نشاهد صور جديدة ونقول أن هذا العام مختلف. يعني منذ يعني إن صح التعبير السابع من صفر، أول مسيرة العطاء الحسيني، من أول زائر بدأ من محافظة البصرة، قلنا أن هذا العام يعني مبكرا أصبح المسير إلى الإمام الحسين، ونعتبره أنه يعني نوع جديد من العطاء الحسيني. يعني الكل يحاول أن يظهر صورة العطاء الحسيني بأبهى صورة. الحلاقين هنا يتجمعون لحلق رؤوس الزائرين الذين أصبح لهم أيام طويلة في المسير للإمام الحسين. من يحاول تنظيف ملابس الزائرين يعتبرها صورة جديدة وجميلة للعطاء الحسيني. كثيرة هي الصور، ومثل ما ذكرت أن بعض طالب من مدينة الإمام الحسين عليه السلام محور بابل، شكرا جزيلا لك ولكل الزملاء العاملين معك. سادة الأكارم، العطاء والكرم الحسيني أو الكرم والعطاء الحسيني، تلك كلمات بسيطة، ثلاث كلمات، الكرم والعطاء الحسيني، ثلاث كلمات، ولكن في طياته حديث كثير وكبير وصور قد لا تكاد تكفي أن نصورها أو نتخيلها. خيال العقل البشري قد تختلف أو تتضارب في عقله اللاواعي عندما يشاهد تلك الصور الحسينية، عندما نسلط بخيالاتنا على عاشوراء ومصيبة الإمام الحسين، والحسين كيف يجود بنفسه وكيف يتصرف مع عياله، مع أصحابه، مع أعدائه، كيف الإمام الحسين عليه السلام تحاور، كيف تحادث معهم. عندما نشاهد كل تلك الصور، تلك الصور عبارة عن كرم وعطاء حسيني عليه السلام.
سادتي وأحبتي الأكارم، العطاءات الحسينية التي أتت لنا من عاشوراء، الناس تعلموا منه، تعلموا من العطاء الحسيني كيف يصبحون كرماء وكيف يعطون ويبذلون بالغالي والنفيس من أجل أن يحتسبون أو يحسبون أنفسهم أنهم حسينيون، حتى يطلق عليهم أن هذا الرجل خادم. وكلمة خادم هي كلمة إذا فصلناها عن الحسين تصبح معيبة، تصبح مخجلة عند البعض، يقول أنا خادم يستحي. ولكن عندما تصبح كلمتان ملتصقتان مع بعضهما البعض، خادم الحسين، الإنسان يفتخر به. وكذلك كل الخدم ينزلون ويدنون، بينما خدمة الحسين عليه السلام يرتفعون ويتجللون بأنفسهم. سادة الأكارم، تلك الكرم والعطاءات التي نشاهدها من خلال الكلمات الثلاثة التي ذكرتها، الكرم والعطاء الحسيني، لها صور أبهى وأوسع وأكثر مما قد نتحدث به، وقد يكون لنا استطاعة أن نؤلف منه مؤلفات كثيرة وأن نتحاور فيه محاور كثيرة وحلقات كثيرة قد لا تنتهي. كل صاحب موكب، كل صاحب هيئة، كل زائر من هؤلاء 20 مليون أو 25 مليون فرد وزائر يتجهون صوب كربلاء، كل له قصته ومحاوره وحديثه عن الكرم. إذا تحدثنا مع كل فرد يصبح لدينا 25 قصة، 25 مليون قصة عن الكرم والعطاء وغيره، الصبر وحدث حتى لا نهاية للكلام والحديث. أحبتي، الحسين عليه السلام أعطى كل شيء، بذل نفسه، بذل مهجته دون الحسين عليه السلام، فأعطاه الله كل شيء. فسلام عليك يا أبا الأحرار، سلام عليك يا أبا الشهداء، روحي وأرواح العالمين لك الفداء. العاقبة للمتقين وللذي والى الحسين، العاقبة للمتقين وللذي والى الحسين. من الجنوب للشمال حبك الوطن، لو قطع الدنيا من العراق لليمن. نأتيك زحفا يا حسين، نأتيك زحفا يا حسين. المنايا كشرت أو أمطر البلا، بوصلة العشق أشارت نحو كربلا. قد أسقط الحسين من بالظلم قد علا، طوفان لا آت على الطغيان صاحلا. يموجب روح عباس نهر من غير بينا، سواترنا على الحدود من شمال ويمين. في حبك ذرة ذرة صبحنا أمة حرة، وحافرناها الزيارة بقطرة قطرة من جبينا. للموت لا مكترثين، ثرنا على المستكبرين. الجرح في بغداد أو في الشام أو عدن، لو قطع الدنيا من العراق لليمن. نأتيك زحفا يا حسين، نأتيك زحفا يا حسين. القتل والتجويع والحروب في الهوى لن يمنع الأحرار أن تقصد نينوى. ولو تجمعت على حسينين القوى سوف يظل عاليا لن يسقط اللواء. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، عليك مني سلام الله. أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله،
روحي وأرواح العالمين لك الفداء، ولسان حال مولاتي زينب وكأنها تتحدث عند مسيرها إلى قبر الحسين عليه السلام، ونظرت صوب الكربلاء ونظرها صار شاخصا بقبر العباس عليه السلام، وكأن لسان حالها كما يقول الشاعر: قبرك جمعنا ولطف رجعنا يا أخويا صحنا زوارك إحنا. ثقيلك يا أبا عبد الله، سلام عليك يا أبا الفضل العباس، سلام عليك مولاي يا أبا عبد الله. لسان حال زينب وهي تتحدث مع أخيها الحسين والعباس، وتلك المسيرة التي أتت معهم وقد تربت معهم في مدينة جدها ثم نحو كربلاء، تلك المسيرة، تلك الذكريات التي بقيت في خيالات زينب عليه السلام والعائلة، وكل تلك الصور التي شاهدتها مولاتي زينب في يوم العاشر وصبرها الجميل على ذلك البلاء الذي نزل عليها، وهي تشاهد خيرة البشر وهم يتساقطون كأقمار على أرض كربلاء، والشمس مذبوحة من القفا، ألا وهو سيدي ومولى أبي عبد الله الحسين، وقفت على جسده ثم وضعت يداها الشريفتان تحت ذلك الجسد المقطع إربا إربا، وهي تقول: اللهم تقبل منا هذا القربان. حقيقة هذا يعبر عن مدى صبر تلك المرأة، عن مدى علم تلك المرأة. لولا العلم، لولا المعرفة لما صبرت زينب، ولكن امرأة كما قال عنها الإمام زين العابدين: عالمة غير معلمة. نعم، هي عالمة غير معلمة. وارتباطنا بسيد الشهداء عليه السلام وارتباطنا وكلامنا عن زينب عليه السلام، لابد أن نتحاور مع الزينبيات، زميلة ابتهاج علي من مدينة الإمام الحسين عليه السلام من محور بغداد. أهلا مرحبا بك سيدتي الكريمة، ونحن نلتقي في أسبوحة حسينية بامتياز، عظم الله لك وللمشاهدين الأجر، جعلنا الله وإياكم على مسيرة أبي عبد الله الحسين دوما وأبدا. عظم الله لنا ولكم الأجر وأحسن لنا ولكم العزاء بذكرى اقتراب أربعينية الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، وفي هذه الذكرى تتوافد الحشود لإبداء العزاء والمواساة لرسول الرحمة ومنقذ الأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولأمير المؤمنين وفاطمة الزهراء، ولجميع الأئمة الهداة عليهم صلوات ربي وسلامه، ولا سيما صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. عظم الله لنا ولكم الأجر أستاذ حيدر. عظم الله لنا ولكم الأجر، ونحن نجدد العهد والبيعة والولاء لمولانا صاحب العصر والزمان في هذه الأسبوحة، ونحن نقول له: لبيك داعي الله، لبيك مولاي، لبيك يا صاحب الزمان. ونحن نجدد معك يوما أربعينيا، يوما عاشورائيا مع الحسين عليه السلام، مسيرة الأربعين، مسيرة زائري الإمام الحسين. الكل يتخيلون أنهم، وخصوصا النساء، الكل يتخيل كأنه يسير صوب كربلاء وكأنه مع الركب الزينبي وهم يتجهون نحو صوب كربلاء، وتلك الصور تحمل في طياتها الكرم والعطاء الحسيني، الكرم والعطاء الزينبي، نستطيع أن نقول كذلك. ماذا تقولين أنت عن ذلك الكلمات الثلاث البسيطة إنما في طياتها كلام وافر كثير؟ نعم، أحسنتم أخ حيدر. هذه المسيرة حقيقة مسيرة هي جلها من النساء، وإذ هي مواساة للسيدة زينب عليها صلوات ربي وسلامه، وللسيدة الزهراء خاصة. هنالك حديث صادقي أو باقري يقول: ما من مؤمنة على وجه الأرض إلا وقد وجب عليها أن تسر الزهراء عليها الصلاة والسلام بزيارتها لسيد الشهداء، بزيارتها للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. وفي هذا المسير، وحديثكم عن الكرم
وهذا الكرم ابتداء هو من الإمام الحسين عليه صلوات ربي وسلامه، إذ جاد بنفسه وكما يقال الجود بالنفس أقصى غاية الجود، ولم يجد بنفسه فقط بل جاد بأولاده، أعز أولاده وأخوته عليه الصلاة والسلام وجل أصحابه الكرام المنتجبين اللي هم أفضل الأصحاب صلوات ربي عليهم وسلامه. فهو جاد بهذا كله من أجل إحقاق دين الحق، دين جده صلى الله عليه وآله. فشاء الله عز وجل أن يجود الحسين وهو شهيد وهو حي عند الله يرزق، أن يجود علينا بهذه الموائد، موائد الرحمة. الموائد لا تشتمل هذا الإطعام فقط، بل هو إطعام أيضاً عقائدي وإطعام روحي، هذه تغذية روحية لنا لقلوبنا عبر الأجيال. هذه المسيرة جداً جداً مؤثرة، ولو تتكلم عن تجربتي خاصة أني في هذه المسيرة، خلال هذه المسيرة التقيت عائلة كاملة من أهل الأنبار، وهم يعني على من المخالفين، يعني حقيقة الأب والأم والأخوة والأخوات وأبنائهما وصغارهما، وضعوهم الصغار في عربة حديدية ويسيرون من الدورة إلى كربلاء. فلما أسألهم يقول يعني إحنا متأثرين، حملنا الحب على هذا الأمر، وهذا الأمر يعني سبحان الله هذا نوع أيضا من أنواع الكرم. لما الإنسان يمشي في هذه المسيرة كأنه يكافئ أو يجيب بالكرم، بكرم سيد الشهداء يجيبه بالكرم، وقد لا نقول كرم سيد الشهداء بل نقول جود وسخاء سيد الشهداء بمعنى أعم وأشمل من كلمة كرم. ونحن نقدم هذا، فالنفس الكريمة النفس الطيبة تقدم، أما النفس اللئيمة تشح بخطواتها، تشح بخدماتها، تشح بكل شيء، بل تجابه بالعداوة وتجابه بالنقد. فلذلك نحن قد نرى كثير من أبناء ملتنا، ونحن إذ نقول ينتقدون وينتقصون ويعيبون، بينما نجد هنالك من أبناء القوم الآخرين يتأثرون ويحبون هذا المسير، بل ينتظرونه يوما بعد آخر. فإذا بي أنا أسألهم صار لكم كم سنة وأنتم تمشون هذه المسيرة؟ يقولون صار 5 سنين إحنا نمشي هذه المسيرة ما تركناها، ويتهيئولها، وكل سنة يوصون على عربانة جديدة، عربة حديدية جديدة لتكفي الأولاد الصغار إذا يريدون ينامون أو يجلسون أو يلعبون حتى ما تضايقهم. يعني أنا شفت في هذه المسيرة هذه المشاهد تعطينا هذا الأثر، أنه هذا الكرم الحسيني علينا، هذا باب رحمة علينا، باب رحمة علينا، أنه وسيلة لغفران الذنوب، وسيلة لتصحيح المسار، أنه في كل المسيرة الإنسان يراجع نفسه، يفكر. عادة المشي كما تقول الأبحاث أنه مؤداه إلى التأمل، إلى التدبر، يخلي الإنسان يتفكر. ففي هذه المسيرة وسماع هذه القصائد والتفكر بمسيرة سيد الشهداء ومسيرة السبايا يحمل الإنسان على التفكر والتأمل والتدبر. هل أنا بمسيري شاركت حقا مسيرة السبايا؟ هل وصلت إلى مستوى مواساتهم؟ هل أنا وصلت إلى شيء من هذا العزاء قدمته وقبل مني؟ ماذا علي أن أفعل لأكون أقرب إلى سيد الشهداء؟ تجد الناس يبذلون الغالي والنفيس وينتظرون يوما بعد آخر ويجمعون الأموال لعام كامل في سبيل أن يقدمون في موكب أو تقديمات أخرى. وهنالك تقديمات كما نقول موائد فكرية، هنالك مؤسسات تقوم بعمل حقيقة جدا عمل راقي من حيث تقديم الأفكار وتقديم العقائد السليمة وتصحيح الأفكار وتصحيح المسارات، حل المشكلات، إثارة بعض المسائل في سبيل أن يجيبوهم، إماتة بعض الشبهات اللي أثيرت بالساحة أخيرا. وهنالك الكرم الحسيني أعطانا الوحدة من خلال هذه الموائد المؤثرة بالغريب والقريب، المؤثرة بالأجانب، جعلت قلوب الناس وعقولها تتحد. فهذا يذكرني
وصية الإمام الحجة القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف، بأنه لو كان الناس على اجتماع من العقول والقلوب لكانت هنالك فرصة للفوز بلقائنا، لكانت هنالك الفرصة بالفوز بالظهور. لذلك نحن علينا أن نتعلم من هذا الاجتماع وهذا البذل أن يكون هنالك وحدة، قوة الوحدة ووحدة القوة، أن نتحد في الدعاء في الاستغفار بتعجيل الفرج، الدعاء بتعجيل الفرج لمولانا صاحب العصر والزمان، وأن لا يكون الدنيا أكبر همنا. فهذا السخاء والكرم يميت حب الدنيا، يذلل بعض عقبات النفس والقلب اللي في النفس والقلب، كما ذكرتها الآية الشريفة: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا الفوز العظيم وهذا الفلاح لا يكون إلا من نصيب من وقى شح نفسه، وهذا الوقاية بفضل الله. ومن يوق شح نفسه من الله أولا، هذه أنا ما يكون بادرة مني إذا مو توفيق من الله عز وجل. فهنالك دفع توفيق من الله عز وجل، لكن من العبد الاختيار، هل اختار أن يشح بأمواله ويشح بنفسه، يشح بخدماته، يشح بخطواته، يخاف على نفسه التعب، يخاف على نفسه من ضرر الحر وغيره، أم جاد بنفسه في سبيل الحسين عليه الصلاة والسلام ففاز بالأجر بالثواب بالتوفيق؟ لا نعلم نحن أي نوع من أنواع العذاب رفع عنا وأي نوع من أنواع الخير أنزل علينا من خلال هذا المسير. فكما يقال عن رسول الله صلى الله عليه وآله بأن الصدقة تدفع البلاء، حتى لو أبرم إبراما. فهؤلاء الذين يقدمون في سبيل الحسين عليه الصلاة والسلام هو بعض قليل، أي واحد تسأله يقول لا أفي شيء من ما قدمه الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. إذن هو شيء يعتبر قليل، وهذا القليل قدم بحب، قدم بولاء، هذا التقديم يشكره الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. إذن من أحسن أحسن لنفسه، فهنا في هذا الطريق، طريق الإحسان وطريق البذل وطريق العطاء، طريق الجنة. وكما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: السخاء شجرة في الجنة، من تعلق بغصن من أغصانها قادته إلى الجنة أو رفعته إلى الجنة. يعني من كان سخيا، هذه الغريزة الطيبة السليمة، هذه الغريزة الراقية، أن الإنسان يكون سخي، يكون جواد، يكون كريم مع أخوانه، فهذا نوع من تهذيب النفس، أنه ليس فقط في موسم الأربعين يكون هذا منك، بل كن أربعينيا في كل سنتك، كن حسينيا في كل السنة، أعطي وابذل وكفي الأيتام في سبيل أن شنو؟ أن ترفع الضر عن إخوانك، أن تقوي الأواصر المجتمعية، أن تكون محبوبا عند الله. فكما ورد عن أهل البيت سلام الله عليهم وعن رسول الله صلى الله عليه وآله بأن غريزة الكرم وغريزة السخاء هذه الله عز وجل لا يعطيها إلا لمن أحب. فالشخص الذي عنده هذا السخاء وهذه الغريزة، يعني الله يحبه فيحبه الناس لحب الله له، ولأن السخاء أصلا يحنن القلوب ويجعل الناس تحب هذا السخي. إذن هذا الأمر يجعل الأمر يجعل فيه محبة سائدة بين أفراد المجتمع. هذا الأمر لاحظنا أنه يحنن الطرف المقابل، أثرت هذه المسيرة بالآخرين بدون أن يكون هنالك كلمة تقال. هذه المسيرة أثرت لأنها حقيقيا كانت بقلب صافي من هؤلاء الناس، بقلب محب قدموه لسيد الشهداء. هنالك مسألة مهمة فيما يخص التفرقة بين السخاء وبين السرف، بين الجود والكرم وبين التبذير. البعض يعتقد نفسه أنه كريم إذا هنالك لديه الكثير من التبذير والإسراف في الأموال. هنالك فرق، الكرم والسخاء والجود والبذل
هو أمر يخص مشروع الحق. إذا أعطيت الزكاة في محلها، إذا أعطيت الصدقات في محلها لمستحقيها، إذا أعطيت للفقراء، إذا بذلت في هذه السفرة الممتدة من العراق من شماله إلى جنوبه وشرقه إلى غربه ومن جميع العراق كله أربعيني، فهذا الذي تقدمه للزائر الغريب العطشان، يعني محلاها لما واحد يمشي وهو عطشان يتقدم له ماي باسم الحسين عليه الصلاة والسلام. يعني هذا نوع من أنواع الصدقة اللي تدفع غضب الرب، اللي تطفئ غضب الرب. أما اللي يصرف على الحرام وعلى الباطل هذا يكون إسراف، وهذا يعاقب ويحاسب عليه. ونالك أتذكر حديث بأنه من منع حق الله عز وجل، يعني ما معناه أنه الذي يمنع حق الله من أمواله يبتليه الله بأنه يدفع مثليه بالحرام. يعني أنت من ما تعطي لفقير مستحق أو تمنع الزكاة أو تمنع الخمس أو تمنع الأمور اللي أخوك محتاج، اللي أخوك ملهوف وأنت عندك وتمنعه، فالله عز وجل يبتليك أن تنصرف هاي الفلوس بنفس الكمية ضعفها في مسألة محرمة وتؤزر عليها، فأنت فرطت في الأجر وبخلت. طبعاً البخل لا يأتي اعتباطاً. لماذا يمقت الله البخل ويمقت البخيل؟ لأن هذا البخيل بخل نابع من وين؟ نابع من سوء ظن بالله عز وجل. لو كان عنده حسن ظن بالله وعنده إيمان بما قدر الله وبما قضى الله ما يصير عنده سوء ظن بالله عز وجل فيمنع، بل يثق بالله. ومع هذا الله عز وجل قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنق ولا تبسطها كل البسط. القصد من هذا أن تكون الوسطية في الأمور في سبيل أن لا يقعد ملوما محسورا حتى لا يمد إيده للآخرين. الإسلام يكره، الله عز وجل يكره للإنسان أن يذل نفسه حتى لا يمد يده للآخرين. يكون إنفاقه ضمن الوسطية، ضمن الاستطاعة اللي عنده. يعني هو يعرف بنفسه ويشتغل ويجي رزقه وكذا، مو يعرف أمواله أنفقها ويبقى مثلا بلا بيت، يعني بلا أولاده، بلا طعام أو غيره، يعني يكون عنده تقصير مع أرحامه اللي هم واجبين النفقة عليه. إذن ونحن نتحدث عن هذا الكرم الحسيني، الكرم الحسيني لا يشمل فقط هذه الموائد وهذه المواكب، الكرم الحسيني أعظم وأكبر بكثير من هذا. الكرم الحسيني كرم بقبولنا عند الله عز وجل، في رفع درجاتنا، في رفعنا من تبدل سيئاتنا حسنات، ترتفع المنازل إلى أعلاها. احنا ما نعرف أي عمل هو يدخلنا الجنة، أي عمل يجعلنا نستوجب الشفاعة، لأن الأعمال تشوبها شيء لربما من الرياء، شيء من العجب فيفنيها. لذلك يكون هذه الأعمال التي تقدم بحب وبطواعية وباسم سيد الشهداء بالذات، لأن سيد الشهداء عنده شفاعة، فهذا الأمر اللي نقدمه راح يدخل على عدد من العناوين، منها إحياء أمر الإمام الحسين، منها المواساة، منها الصدقة والفضل والبذل مع أخوانك المؤمنين، منها تقوية الأواصر، منها ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لذلك نحن إذ نقدم ما نقدم بنية خالصة لوجه الله تعالى يقبل ونجده مضاعفاً عند الله عز وجل. ونحن أيضاً إذ نتحدث عن هذا الكرم الحسيني، الكرم الحسيني كرم متباين، أخذ وعطاء، لكل فعل رد فعل. الحسين سلام الله عليه قدم بجود وبسخاء، ونحن بدورنا نقدم أموالنا، أنفسنا، أولادنا، كلها في سبيل إحياء ونصرة الحسين. وننتظر اليوم الذي يظهر فيه صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف لنكون من الطالبين بثأره تحت رايته الشريفة. إذن ونحن في هذا المسير ونعتقد تمام الاعتقاد، تمام الاعتقاد، وإذا نعمل لقاء ويا أي أبو موكب إنه أي شيء
انت هنا تصرفه يجيك اضعافه بالدنيا وبالاخره. الاخره علمها عند الله عز وجل، لكن بالدنيا ملموسه، لانه اكثر من لقاء نعمل مع هؤلاء يكون قد بدا الموكب بشيء يسير وبسيط، فاذا امواله تتضاعف. هنا نتذكر الآية الشريفة: كيف يربي الله الزكاة والصدقات، يربيها، يربيها يعني يكثرها، ويمحق الربا، يمحق الحرام. دائما اللي يسرق واللي ياخذ أموال حرام واللي يبخل أمواله تروح، خسائر تروح منا ومنا. فدائما يراقب الإنسان نفسه لما يخسر أموال أو تصير عنده أمور من أمراض زخ أموال على شيء، خلي يصدق، خلي يكفر عن سيئاته، خلي يراجع نفسه، أني دفعت زكاة أموالي، دفعت خمس، هل أديت حق؟ لذلك إحنا نشوف حتى إخواننا المخالفين يشاركون بهذه المسيرة لما لمسوه من كرامة العطاء الحسيني لكل من يبذل الأضعاف المضاعفة. وأنا هذا حقيقة أفسره، أنه عادة الشخص الكريم النفس العظيم يكون لا يحب أن يكون المقابل عنده عطاء يما بدون أن يكافئ بعطاء مضاعف. فكل شيء إحنا نقدمه للحسين لابد يعطينا إياه بشكل مضاعف. ننطي نصرة ينصرنا بشكل مضاعف، ننطي أموال يعطينا بشكل مضاعف، وهكذا. نحن إذ نتقدم في هذا المسير ونقدم ما عندنا من غالي ونفيس في سبيل إحياء وأبقاء هذه الذكرى الأربعينية، هذه الأربعينية تربو وتزداد، تكاد أن تكون أربعينية عالمية على مدار عدد من السنين. والزيارة هي مليونية، لا توجد تغطيات عالمية للزيارة، لكن أخيراً صارت هنالك تغطيات عالمية وتأثير عالمي، وزيارة أربعينية في جميع أنحاء العالم، مسيرات في هذا اليوم، في هذه الأيام اللي تواكب ذكرى الأربعين وذكرى عاشوراء. وهذا هو النشر الحسيني. يكاد الحسين عليه الصلاة والسلام أن يغزو الأرض وما عليها من خلال الإبقاء والإحياء لهذه الشعائر. والحقيقة العالم الغربي الموسوم بالبخل واللؤم يتعجب للكرم، يتعجب للعطاء المجاني. لذلك أنا أشيد بالشباب اللي في الغربة لما وزعوا قناني الماء وكاتبين عليها أقوال لرسول الله صلى الله عليه وآله في عدم هدر الماء، شيء عن الحسين عليه السلام، شيء عن أقواله، شيء عن سيرته. نعم. يعني حقيقة هذا نشر حسيني، هذا عمل مهدوي، هذا يمهد للظهور المقدس. نعم نعم، أحسنتم ست ابتهاج، طرحك كان جميل ولطيف، وإشارات من هنا وهناك على الكرم والعطاء الحسيني. الكرم والعطاء الحسيني قد لا نستطيع أن بكلمات مفردات بسيطة أن نسلط عليه الضوء، إنما هو معانيه كثيرة وواسعة وكبيرة. وكما أشرتم، طريق الحسين عليه السلام من كل ناحية، من كل درب، من كل مسير نشاهد فيه الكرم والعطاءات الحسينية من الحسين عليه السلام ومن رب الحسين، وكذلك من عشاقي وخدامي ومحبين الحسين عليه السلام، وكذلك الزائرين على هذا الطريق صوب كربلاء الحسين عليه السلام. بعجالة سيدتي الكريمة، الكرم الزينبي، فلنغير محور الحديث، الكرم والعطاء الحسيني في قباله، الكرم والعطاء الزينبي، الشيء متشابه لأن الصورة متشابهة بين الحسين وزينب، كيف تنقلين هذه الصورة لنا؟ عيد السؤال الأخير، الفقرة الأخيرة، العبارة الأخيرة. الكرم والعطاء الحسيني في قباله، يعني الكرم والعطاء الحسيني في قباله، الكرم والعطاء الزينبي، زينب كذلك هي صاحبة كرامات وأكرومة وكريمة وعطاءة، سلط الضوء على هذا الشيء. والعطاء نعم. الحسيني نعم، الكرم والعطاء الزينبي كيف نقارنه مع الكرم والعطاء الحسيني؟ الكرم والعطاء الزينبي سلام الله عليها، لولا زينب سلام الله عليها لما بقيت هذه العباءة
لما بقي العفة في الإسلام، وبالذات إحنا ما يهاجمنا اليوم من تيارات تحاول أن تغير مجتمعنا وتغير المبادئ والقيم والعفة عند النساء. يأتي الحسين عليه الصلاة والسلام وتأتي السيدة زينب في موسم عاشوراء لتصحح هذا الأمر. فكل اللي أشوفهم في هذه المسيرة من خلال تجربتي على مدار يعني هسه 14 سنة أكثر إحنا في هذا الطريق، ونحن نرى النساء يتغيرن والشباب يتغيرون نحو الأفضل بالعفة، بالحشمة، بالحجاب، بطريقة اللبس، الهيئة، الظهور، إلى أثر الحسين دي يحسون بالحرمة لهذا الأمر. نحن نتمنى أمر آخر، ازدادت عمليات التشويه وحالة المسوخ المتعمدة، ظهور مسوخ من النساء والرجال من خلال تغيير خلق الله بهذه الإشارات اللي تفهموها أنتم. يعني حالياً قلما نجد إنسان باقي على طبيعته وبالذات النساء للأسف. هذا التشجيع جاي من الرجال لأنه يظهرون الإعجاب بهذا الأمر. لو كان الرجل لا يظهر الإعجاب بهذا الأمر المرأة ما تفعل هذا الأمر، لأن المرأة أهمها أن تكون جميلة. فلما المرأة تكون زينبية راح تفكر بجمال العقل وسلامة القلب من الحسد، من البغي، من الحقد. سلامة القلب مهمة. الجمال، الجمال الباطن، جمال اللسان، جمال الابتسامة. نعم أنت تتجملي لزوجك، لكن أن تتجملي لهذه الناس لا يكون هنالك غيرة عند الرجل ولا يكون هنالك عفة عند المرأة، وهذا لا تريده السيدة زينب. من أرادت أن تكون مع السيدة زينب عليها أن تكون عفيفة بحجابها، بمنطقها، بسيرتها، بسلوكها. وكذلك هذا الأمر يتوجب على الرجل قبل المرأة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول عفوا تعفوا نسائكم. لما أنتوا تعفون تكونون عفيفين، النساء تكون عفيفات. لو كان عندك غض بصر ولم إظهار الامتعاض من هذه الصور ما راح تتشجع المرأة على أن تكون جميل بهذه الكيفية وهذه الصورة. تلك الصور التي أشرت إليها، بارك الله بك زميلتي ابتهاج علي من مدينة سيد الأوصياء من محور بغداد. بوركتم، جزيتم خير الجزاء. العطاء والكرم الحسيني، الكرم والعطاء الحسيني والكرم والعطاء الزينبي، صورتان متشابهتان أحدهما ينبع من الآخر. نعم، سيد الشهداء عليه السلام قد بذل مهجته، قد بذل بنفسه تلك الكرامات، تلك العطاءات الحسينية التي أتت إلينا قبل يوم العاشر وفي يوم العاشر وبعد العاشر، التي أكملت ذلك المسير أو تلك المسيرة مولاتي زينب مع النساء المسبيات من آل الرسول، مع بنات الرسالة، مع الإمام زين العابدين. تلك الكرامات والإعطاءات الحسينية والإشارات التي قد أصبحت زينب هي صوت الحسين، وأصبحت تري ما جرى على سيد الشهداء، ما أعطاه الحسين، ما قام به الحسين، وما جاد بنفسه وبعياله وبأهل بيته، وهو ابن خير بنت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. تلك نقلت زينب، نقلت تلك الصور إلى العالم وإلى الأعداء. سلام عليك يا أبا عبد الله، سلام عليك يا ابن رسول الله، سلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن الزهراء، روحي وأرواح العالمين لك الفداء. أزورك والزيارة واجبة لو بالعمر مرة، أزورك والزيارة درب ألف حجة وألف عمرة، أزورك واللي يزورك ينحسب أجره على الزهرة. أزورك والزيارة واجبة لو بالعمر مرة، أزورك والزيارة درب ألف حجة وألف عمرة، أزورك واللي يزورك ينحسب أجره على الزهرة.
من يحج بيت الله كون بحجة ينوي ويقصد القربة، وانا بهاي الزيارة قاصد القربة ذوي القربة. انا عبدك شهد باسمك دليلي والقلب قربة جوارك، اسمح القلب يتدنى ومنزلي قربة. دخيلك خادمك عبدك يتيمك لا يذب سدك، دخيلك لا يمر يوم أربعينك وأنا مو عندك. دخيلك الوعد لحظة على لحظة عايش انتظرك. أزورك بالسيارة واجبا وبالعمر مرة، أزورك بالسيارة برب أليف حجة وأليف عمرة، أزورك يحج ينزع مخيطة وفلسفتها، ينزع ذنوبه ومثل إحرامه يجعل قلبه أبيض هذا مطلوبه. لكن كل من يجيك إحرامه أسود والحزن ثوبه، وزيارة قبرك أسرع كل طرق للرايد التوبة. طريقك اللي يريد الله يحبه ويقضي حاجاته، طريقك يمشي بيه المهدي حتما ويا عماته، طريقك للذي رايد يواسي زينب الكبرى. أزورك بالسيارة واجبا وبالعمر مرة، أزورك بالسيارة درب أليف حجة وأليف عمرة، ليحج يجمع حصى والغاية منها يرمي الشيطان، وحصى الزاير دموع عيونه يرمي بيها عدوانه، ليحارب هالمشوي يعلن عداءه بيده ولسانه، تحت أقدام كل زاير مصيره تالي ومجانه. اجينا وهذه مشيتنا رسالة للي عادونا، اجينا والسواد اللي نكثره شوكة بعيونه، اجينا والمحب يطلب وصالك ما طلب أجره. أزورك بالسيارة واجبا وبالعمر مرة، أزورك بالسيارة درب أليف حجة وأليف عمرة، أزورك واللي يزورك ينحسب أجره على السفرة. بمن ترابك منى روحي أحقق وأبلغ الغاية، طفوفك أستلف وبأربعينك أمشي مشاية، حضور بعرفة عندي حضور بمجلس قراية، وأعيد عيد الأضحى يوم أضحي دمي للراية. أطوفك وبصحن قبرك أكمل سبعة أشواقي، أطوفك واسعى ويزينب من التل أوصل الشاقي، أطوفك يا ستار الكعبة لكن منهتك سترة. أزورك بالسيارة واجبا وبالعمر مرة، أزورك بالسيارة بالأليف حجة وأليف عمرة، أزورك ويزورك ينحسين أجرا على السفرة. يا كعبة ربنا والركن اليماني مرقد أصحاب، إذا بيت الله ميزابة يتفايض أصل ميزابك، استلامي للحجر الأسود أجيلك واستلم بابك، سجودي لله سبحانه وتعالى يحلى بعتابك. أجيلك جية الضامع لماية لهفة يتعنه، أجيلك لاني خايف من جهنم لا أرد تجنه، أجيلك عايف الدنيا ورايا بس ردت. قبورا بجنب النهر من أرض كربلاء معرصهم فيها بشط فراتي، أفاطم لو خبت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذن للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين بالوجنات. سلام عليك يا أبا الشهداء يا أبا الأحرار، سلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وناخد برحلك، عليك مني سلام الله أبدا
ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. سادة الأكارم، أحبتي، ونحن نتجدد ونجدد دوما إن شاء الله إلى أبد الآبدين مع سيد الشهداء مسيرة الحسين، مسيرة الأربعين، ونحن نسلط محور حديثنا مع زميلي علي الوندي من موكب العتبتين المقدستين من محور نجف. أهلا ومرحبا بك سيد الكريم زميلي علي الوندي، عظم الله لك الأجر، أحسن الله لك العزاء، ونحن نلتقي وإياكم على مسيرة الأربعين، ونحن نجدد العهد والولاء والبيعة والعشق لسيد الشهداء عليه السلام. حياكم الله أخي الكريم، أعظم الله أجركم وأحسن الله لكم العزاء، وتقبل الله منا ومنكم خالص الأعمال. صبحكم الله بالخير والعافية. صبحكم الله بصباح حسيني على الدوام إن شاء الله. أخي وزميلي علي الوندي، الكرم والعطاء الحسيني، تلك العبارة وموضوع ومحور حلقتي لهذا اليوم. كيف تراه أنت؟ ما هو الكرامات الحسينية والعطاءات الحسينية التي شاهدتها أنت خلال مسيرة الأربعين؟ نعم أخي الكريم، خلال هذه المسيرة هنالك كرم وعطاء حسيني مستمر من سنين متعددة، وأيام الزيارة مملوءة بهذه القضية من الزائر ومن الخادم، وكذلك من الجهات الدينية والخدمية والصحية وما إلى ذلك. كل يجود بما عنده إلى الزائر الكريم وإلى الزيارة وإلى الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. بما أننا بجوار موكب العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، أنقل صورة خاصة مرتبطة بالعتبات وقضية الكرم الذي يتواجد في داخل العتبات المقدسة والكوادر الخاصة بالعتبات المقدسة. في داخل موكب العتبتين هنالك مركز انطلاقة المشروع التبليغي للحوزة العلمية المباركة في النجف الأشرف، ومشاركة العتبات واضحة وظاهرة في هذه القضية من جوانب متعددة، بتهيئة المبلغين والمبلغات وتهيئة قراء القرآن وقضية تهيئة العجلات وتهيئة المواد الغذائية وما إلى ذلك. فنلاحظ هذه القضية منتشرة باسم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وباسم العتبات المباركة، وهنالك من يتشرفون بتقديم هذه الخدمة في هذه المواقع، وقد خرجوا من داخل العتبات المقدسة ليقدموا الخدمة في الطرقات المؤدية إلى مدينة كربلاء المقدسة. هذا نوع من الكرم والعطاء الخاص بخدمة مراقد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وما يرتبط بالمبلغين والمبلغات حدث ولا حرج، باعتبار أنهم أفنوا أنفسهم في هذه القضية ويعتبرون القضية الشرعية، باعتبار أن للكرم أنواع كما تعلمون وكما ذكرتم أنتم والأخوة والأخوات في محاور متعددة، باعتبار أن هنالك كرم مع الله سبحانه وتعالى في طاعته والانتهاء عن نواهيه، وكرم مع أهل البيت الرسول وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم باتباع سنتهم والسير على منهجهم، وكذلك قضية الكرم مع النفس، باعتبار أن الإنسان عليه أن يعز نفسه لا يذل نفسه، والعزة موجودة في هذه المسيرة للجميع، ومن يخدم فله العزة تماما، وكذلك الكرم مع الأهل والأقارب والأصدقاء، وهذا أمر واضح في هذه المسيرة باعتبار أن هنالك حسن خلق، وحسن الخلق من أفضل المكارم الموجودة عند الإنسان، وأفضل ما يكرم الإنسان به غيره. وهنالك كرم مع الضيف، وهذا غني عن التعريف في قضية الإمام الحسين والزيارة الأربعينية، باعتبار أن هنالك إيثار، لا فقط كرم وجود، إيثار صورة مصغرة أنا عن شخص أعرفه كل عام يقول أنا أفرغ حتى الغرفة الخاصة بي وأستضيف فيه العوائل، رجل مع زوجته مع أولاده، أفرغ حتى الغرفة الخاصة بي، وسألته قلت أين تنامون؟ قال في المطبخ في بيته في غرفته الخاصة. قال كل ما لدي لزوار أبي عبد الله الحسين، وهذه قضية مهمة جدا باعتبار أنهم يثقون بالله سبحانه وتعالى إن مردود هذا الكرم عليهم سيعود دنيا وآخرة. وهنالك حديث يروى دائما، وهو أن السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس وبعيد عن النار،
والبخيل بعيد عن الله، بعيد عن الجنة، بعيد عن الناس، قريب من النار. وهذا أمر مأخوذ بنظر الاعتبار من زائر الإمام الحسين ومن خدمة الإمام الحسين وبمن يلتزم بمنهج الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. لذلك الصور كثيرة من هذه المسيرة المليونية ولا تحصى، وأنتم ذكرتم والأخوة والأخوات أيضا ذكروا مظاهر كثيرة. لا بأس أن نلتقي بأحد الأخوة الذين بذلوا نفسهم في خدمة زوار أبي عبد الله الحسين. سلام عليكم. سلام عليكم مولانا، حياكم الله، الله يحفظكم ويرعاكم بحق محمد وآلي محمد. أسأل الله تعالى يوفقكم إن شاء الله بحق محمد لكل خير. خادمكم الشيخ فاضل العبادي في محور العتبتين المقدستين، المشروع التبليغي للحوزة العلمية. حياكم الله سماحة الشيخ. الموضوع الذي اختص في هذا اليوم موضوع الكرم الحسيني، لا بأس أن نخصص هذه القضية في قضية المشروع التبليغي الخاص بالحوزة العلمية المباركة. الآن الموقع الخاص بكم في داخل مسيرة الزائرين، وقراءتي للمكتوب فارسي أردو إنجليش باعتبار أن هنالك أشخاص يتحدثون بهذه اللغة. نعم نعم، موجود فيها النقطة في السبت المسائي أكو موجود أردوي وموجود الفارسي باللغة الفارسية والعربية. أي إذا من يحتاج إلى أجوبة المسائل الشرعية، المسائل الشرعية. بعض الأخوة الزوار الإيرانيين يسألون عن بعض المسائل الشرعية، فموجود أحد الأخوة يجاوب باللغة الفارسية، وإذا كان من الأردوي مثل الباكستان والهندي والأفغاني هذا تجمعهم كلمة واحدة مال الأردوي، فيأكو أحد الأخوة يجيب على أسئلة، والباقي المسائل الشرعية إحنا كمبلغين العربيين نبلغ العرب باللغة العربية. أحسنتم. وكذلك هنالك من يتحدث باللغة الإنجليزية. سمح الشيخ، الوقت اللي تأخذونه في هذا العمل الخاص بإجابة الاستفتاءات الشرعية؟ الوقت من الساعة تقريباً السادسة صباحا إلى الواحدة ظهرا. الواحدة ظهرا، هذا الشبت الصباحي. أما الشبت المساء يبدأ من من الخامسة عصرا إلى الواحدة ومنتصف الليل، بالتناوب بين الأخوة. بالتناوب بين الأخوة. نعم. طيب سماحة الشيخ، ننتقل إلى موضوع الكرم الحسيني. مشاهداتكم عن الزائرين، عن الذين يحضرون بين أيديكم يسألون مسائل شرعية وما إلى ذلك، فنظرة خاصة إلى هذه المسيرة المليونية من جانب الكرم والعطاء الحسيني. الكرم الحسيني كلمة لا توصف. عند شخصية الإمام الحسين كرم الإمام الحسين لا يوصف. الكرم الحسيني هو صاحب العطاء، وهو جاد بنفسه وأقصى غاية الجود الجود بالنفس، أنه جاد بنفسه وضحى بنفسه وأهله وعياله لأجل بقاء هذا الدين الحنيف، بقاء دين جده رسول الله صلى الله عليه وآله. فسجية الكرم عند الإمام الحسين وثمرة الكرم، ثمرة بذل نفسه الشريفة وتقديم أهل بيته قربان الله سبحانه وتعالى، ثمرتها أنه جاد بنفسه وأكرم بنفسه. فنشوف ثمرة الكرم أنه هذه السفرة الممدودة من البصرة أو من الفاو إلى كربلاء، هاي من ناحية المناطق الجنوبية، ومن بغداد من الحدود من المناطق الشرقية إلى كربلاء، أيضا من المناطق الشمالية. هذه كلها سفرة تسمى سفرة الإمام الحسين صلوات الله عليه. تعلمون أنه في شهر رمضان أكو سفرة يجلس عليها التائبين، سفرة الإمام الحسين صلوات الله عليه. هذه السفرة الممدودة والعطاء الإمام الحسين والبذل من أصحاب المواكب الحسينية. نشوف أكو مدد إلهي وأكو أيادي غيبية حول هذه المسألة، مسألة لا توصف ويعجز عنها اللسان. والإنفاق في مسيرة الحسين لا يوصف. يعني شوف أصحاب المواكب جاي يقدمون المأكل والمشرب وكل شيء جاي يقدمون للزائر، وهذه الخدمة مستمرة لمدة تقريب 20 يوم أو أكثر، 40 يوم، حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، بعد زيارة 40 هم أكو مواكب
من كربلاء إلى النجف. سماح الشيخ أنا نقلت الصورة عبر شاشة قناة كربلاء الفضائية باعتبار مدينة النجف مدينة الخدمة الحسينية، وذكرت أنه من بداية واحد محرم، من يوم واحد محرم مواكب مستمرة في العطاء وفي الكرم وفي تقديم الخدمات. نعم نعم، يعني باعتبار شهرين، شهرين متتابعين، شهرين متتابعين، يعني قضية الخدمة الحسينية خصوص هذه الشهرين. وأنا أقول هذه فرصة تقديم الخدمة، هذه فرصة في هذه الشهرين، أقول لأن هي ثمرة أعمالنا، أنا أقول ثمرة أعمالنا طول السنة هي في هذه الأيام. الإنسان إذا أراد يقدم يقدم فيه، لأن الحسين هو قمة الكرم، والحسين هو باب من أبواب الله سبحانه وتعالى. نشوف الإنسان عندما يسير في هذه المسيرة المليونية يطلب، يعني عنده حاجة، هذا عنده حاجة، أن عنده مريض، أن عنده مسألة مهمة، عندما يتوجه للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الحسين صاحب كرم وراح يقضي حاجته ويرجع الزائر مرتاح ومطمئن النفس. ورد في الرواية عن زيارة الإمام الحسين أن من زار الحسين يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا من كرم، يعني سبحان الله. شوف الإنسان احنا من المتعارف ان نشوف بس في بيت الله الحرام انه في زيارة يوم عرفة اي، يقول في موسم الحج، يقول من أم هذا البيت حاجا او معتمرا على بيت الله الحرام خرج من ذنوبه كيوم ولدهم. بس نشوف الخصوصية لزيارة الحسين صلوات الله، مو فقط في زيارة الأربعين، لا، في كل الأيام زيارة الإمام الحسين هي مستحبة. يقول الراوي أنه من زار الحسين خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ينقل أحد السلف الصالح علمائنا سيد السلف الزواري رحمة الله عليه، يقول كان يقف على قبر الحسين صلوات الله في قبر الحسين ويقول: اللهم بحق هذه الوجوه المسودة التي تدخل إلى حرم أبي عبد الله وتخرج وجوهها تنور كنور القمر. فهذه ثمرة أن الإمام الحسين هو تتساقط ذنوبنا عند زيارة الحسين، وهذا قمة الكرم. فعلينا أن نحافظ على الزيارة ونحافظ على المسيرة هاي المليونية، ونحاول نطور أنفسنا من خلال المسير إلى الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أحسنتم وجهكم سماحة الشيخ، تقبل الله منا ومنكم خالص الأعمال. الله يحفظكم، تقبل الله أعمالكم. أسأل الله يكون إن شاء الله بحق محمد وآلي محمد أن يمن علينا وعليكم بالخير والعافية، وأن يجعله مقبولا مبرورا لنا ولكم، ويعود علينا هذه الخدمة وهذا العمل في كل عام إدخال السرور في قلب مولانا صاحب العصر والزمان وتعجيل فرجه بفضله وفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم وجهكم سماحة الشيخ، جزيتم خيرا، موفقين لكل خير، نسألكم الخير، حياكم الله. مشاهدي الكرام، نستمر في هذه التغطية وبعض اللقاءات الخاصة والذي نتناول فيه قضية الكرم والعطاء الحسيني. نعم زميلي علوندي، أحسنتم. قبل قليل كان معنا شيخ فاضل، والآن نلتقي سماح الشيخ. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أحسن. تعرفوا جناكم الشيخ أحمد الطائي. سماح الشيخ حياكم الله، الله يتقبل أعمالكم. أيضا أنتم ضمن المشروع التبليغي؟ إن شاء الله. إن شاء الله. جزاكم الله خير. أخ محمد وآل محمد، الله يبارك فيك. إن شاء الله. بالعامية يقولون من يكرم، نعم، يكرم. أحسن. باعتبار أن الإمام الحسين جاد بنفسه، جاد بكل شيء، جاد بأهله وعياله. وسمح الشيخ ذكر قضية أن الإمام الحسين أعطى كل شيء، وهو الآن الله سبحانه وتعالى يعطي بيده مقاليد الأمور، وتحدث عن قضية جدا مهمة، قضية أنه الإنسان تتساقط ذنوبه يغفر له بعد زيارة الحسين. هذا المسير وهذه المشاهد الخاصة بمليونية الإمام الحسين لها معاني كثيرة مرتبطة بالكرم الحسيني، كيف تقرأونها؟ نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز الحكيم:
بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. صدق الله العلي العظيم. في الحقيقة الإمام الحسين عليه السلام هو غني عن التعريف، وهو يعود إلى بيت النبوة، بيت الكرم، جده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اللي هو أكرم من كل كريم في الحقيقة. فهذه الصفة التي كان يتصف بها الإمام الحسين عليه السلام، وهي صفة الكرم، هي صفة ذاتية للإمام الحسين روح له الفداء، وليس صفة عرضية قد عرضت عليه، لا، بل هي صفة ذاتية. الإمام الحسين أعطى لله كما تفضلتم، أعطى لله كل شيء، فأعطاه الله كل شيء. زين، والآن نرى هذه الحشود المليونية التي تتوجه إلى سيد الشهداء سلام الله تعالى عليه. الإمام الحسين كريم، الله سبحانه وتعالى يحب الكرماء في الحقيقة، وعندنا الروايات والتاريخ بين أيدينا يحدثنا عن كرم الإمام الحسين روح له الفداء، حتى قد نقل ذات مرة بأن الإمام الحسن كريم أهل البيت ذهب بمعية الإمام الحسين وعبد الله بن جعفر الطيار، ذهبوا الظهر إلى الحج، وفي أثناء الطريق زين رأوا خيمة من بعيدة، وجاءوا إلى تلك الخيمة وجدوا فيها امرأة عجوز يعني، فسلموا على تلك المرأة وطلبوا منها أن تعطيهم شيء من الماء، فقالت لهم يعني قدمت لهم اللبن، ولم يكن لديها إلا شاة واحدة كما تذكر الرواية. فعلى كل حال قدمت لهم اللبن، وبعد ذلك جاءت وقالت لهم من يقوم ويذبح لي هذه الشاة. طبعا هذه المرأة لم تملك إلا شاة واحدة، فقام عبد الله بن جعفر الطيار رضوان الله تعالى عليه، وهذا عبد الله بن جعفر الطيار كذلك كريم معروف بالكرم في المدينة المنورة، فذبحها وسلخها وقدمت زين هذه الشاة إلى الإمام الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر الطيار. وبعد ذلك قال لها الإمام الحسن عليه السلام: إذا ضاق بك الأمر فاذهبي إلى المدينة واسألي عن بيت الحسن بن علي. وبالفعل بعد ذلك قد ضاق بهم الحال وجاءوا إلى المدينة وسألت عن الإمام الحسن عليه السلام، فرحب بها الإمام الحسن وأعطاها 100 شاة مقابل هذه الشاة 100 شاة، وقال اذهبي إلى دار أخي الحسين بن علي سلام الله تعالى عليه. وبالفعل حينما جاءت وطرقت باب الإمام الحسين عليه السلام، أيضا كان كريما، أعطاها الإمام الحسين أيضا 100 شاة. زين، ثم قال اذهبي إلى دار عبد الله بن جعفر، وكذلك إن عبد الله بن جعفر أعطاها الشيء الكثير، فأصبحت هذه المرأة ببركة الإمام الحسن والحسين امرأة غنية ثرية. زين، ببركة هؤلاء. زين، فكانوا أهل البيت جميعا يتصفون بالكرم، وخاصة الإمام الحسن والحسين عليهما السلام. نعم، أحسن الله إليكم جميعا. حياكم الله، الله يتقبل أعمالكم إن شاء الله، وأن يجعل هذا عملكم في ميزان حسناتكم إن شاء الله. الله يتقبل أعمالكم إن شاء الله. ربي يحفظكم ويسلمكم، نراكم على خير في أمان الله. نعم أحبتي الكرام، كما سمعتم فإن قضية الكرم مرتبطة بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وهي أصيلة في صفاتهم لا عرضية في الأصل، موجودة في محمد وآل محمد. نعم، وهم أكرم الناس، وليس هنالك كريم يضاهي كرم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. نعم سماح شيخ تفضلون، حياكم الله، سلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتعرف فيكم الشيخ زميلي جميل علي الجبوري، زميلي علي وندي، بارك الله بك، حياكم الله. الشيخ جميل، جزاكم الله خير. جميل، الحديث عن موضوع الكرم الحسيني والعطاء الحسيني وهذه المسيرة المباركة، مظهر من مظاهر هذا الكرم، والتقينا زميلي علوندي. الإشارات التي أشار لها جناب الشيخ حقيقة هي كلها عبارة عن الكرم والعطاء الحسيني التي أتت إلينا من عاشوراء، ومن كل تلك الصور التي نقله لنا سيد الشهداء عبد الله الحسين من خلال حركات سكناته، من خلال حديثه مع أهل بيته، مع أصحابه، مع أخوته
كل تلك الصور الحسينية التي شاهدناها هي انتقلت وتحولت إلى كرم وعطاء حسيني دائم لا متناهي إلى يوم الحشر، إلى أن نلقى سيد الشهداء في ذلك اليوم إن شاء الله. محبين الحسين عليه السلام، تلك العطاءات التي نشاهدها من مواكب، من هيئات، من خدمة، من مبلغين، من خدام الحسين، من خطباء يبذلون بالغالي والنفيس دون كلل وملل، تلك عبارة عن حالة نفسية مرتبطة مع سيد الشهداء، عقيدة مرتبطة مع الحسين عليه السلام، أنه في قرارة أنفسهم يقولون نحن حسينيون، يحاولون بشتى الطرق أن يربطون أنفسهم مع الإمام الحسين عليه السلام من خلال الكرم، من خلال العطاء. وذلك الكرم والعطاء كما أشرنا إليه في بادئ الكلام، أن الكرم والعطاء الحسيني هو ظل الحسين علينا، فمن ذلك الظل أصبحنا نكرم ونعطي من غير حسابات. وكذلك نشاهد أن الفقير قد يعطي أكثر من الغني، الفقير يبذل أكثر من الغني. زميلي علي الوندي، الإشارات التي أود أن أشير إليها من خلال ضيوفك، من خلال حديثك، موكب العتبتين المقدستين في طريق الزائرين، المواكب الأخرى تعطي الكثير حقيقة. لا أريد أن أسلط الضوء فقط على إعطاء المادي، الإعطاء المأكل أو المشرب، لا، فلنسلط الضوء أنا وأنت على الإعطاء المعنوي. إن الإعطاء المعنوي، الكرامة المعنوية، الكرم المعنوي هو أوسع وأجل من ناحية العلمية، فلنسلط الضوء على هذه الصورة اللطيفة الجميلة، ألا وهي صورة تبقى أكثر إذا كنتم تسمعون. فشاء الله سبحانه وتعالى كل ما موجود نعم. سادتي أحبتي الأكارم، إلى أن أعود مع زميلي علي الوندي، نبقى في محور الحديث ألا وهو الكرم والعطاء الحسيني، تلك الكلمات الثلاث التي فيها صورة واسعة كبيرة، قد مخيلتنا المخيلة الإنسانية يقف أو تقف أمام تلك الكرامة والعطاءات الحسينية. عاد معي زميلي علي الوندي من محور النجف، من موكب العتبتين المقدستين. زميلي علي، كلامي كان عن الكرم والعطاء الحسيني. دائما نشاهد أو نتحدث عن الكرم، الكرم المادي. أود منك أن تشير لي عن الكرم المعنوي، ألا وهو أوسع وأجل، الكرم العلمي، إعطاء العلم والمعرفة، عندما تحيي فرد من خلال العلم والمعرفة، عندما تبذل نفسك في سبيل الله، ذلك أوسع وأكبر الكرامات والإعطاءات. نعم أخي الكريم، كما ذكرتم هنالك كرم مادي وكرم معنوي، والكرم المعنوي يرتبط بجوانب متعددة في جوانب الحياة الكثيرة. من أهم هذه الجوانب جانب المعرفة بالله سبحانه وتعالى، وجانب المعرفة بالشريعة المقدسة وقضية العقائد في هذه الفترة مهمة جدا للإنسان. لذلك إشارة إلى موضوع المشروع التبليغي وفي وضات وبركات الحوزة العلمية المباركة المستمدة قوتها من المرجعية العليا، نلاحظ أنهم يهتمون بهذه القضية، فالأخوة والأخوات يجيبون على الكثير من الشبهات العقائدية الموجودة عند الشباب بالتحديد في هذه الفترة، باعتبار أن هنالك حالة نشر مضادة لحركة الإمام الحسين وقضية الإمام الحسين وزيارة الإمام الحسين، فيحتاجون الأخوة والأخوات إلى بعض الإجابات في طريق المسير إلى كربلاء، وكذلك بما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي. فجانب المعرفة والعلم من أهم جوانب الكرم التي على الإنسان أن يبذل في هذه القضية. بعض الأوقات هنالك شخص هو ذات علم وذات معرفة، يستطيع أن يعلم الآخرين ولو بمقدار معين، ولو اختصرت القضية على الأهل والعيال، ولكن من يستطيع أن يقدم أكثر من هذا بما يستمد من قضية الآيات المباركة والأحاديث الشريفة في قضية
تعليم القرآن وشرح القرآن والعقائد والأمور الشرعية الفقهية، فلا بد من إظهار هذه القضية ونشر موضوع الدين فيما بين الناس، لا سيما في هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها الأمة الإسلامية، باعتبار هنالك فتن كثيرة وشبهات تطرح من جوانب متعددة لا ندخل في تفاصيل هذه القضية وهي معروفة لكم وللجميع. لذلك قضية نشر العلم من أهم الفيوضات وجوانب الكرم التي يجب على الإنسان يهتم به، وهذه القضية موجودة في قضية الزيارة الأربعينية الحسينية. نلاحظ أن هنالك أناس من يعلم الآخر، من يرشد الآخر، من يوجه الآخر إن كان بنفسه أو كان بغيره، أو يوجه الإخوة إلى المبلغين والمبلغات للتعليم هذه القضية. ومن الجوانب الروحية الأخرى هي قضية مكارم الأخلاق. قضية الأخلاق من أهم الجوانب الموجودة في الشريعة الإسلامية، واهتمت الروايات المباركة بهذا الجانب، بهذه القضية بشكل كبير جدا. بوركت أحسنتم، بارك الله بك، إشارات جميلة ولطيفة أشرتم لها من خلال عملنا أيضا كإعلاميين. هناك كرم وعطاء من جنابكم أنتم وباقي الزملاء، حقيقة هذا كرم وعطاء من باقي الزملاء عندما يقفون يسندون أو ينقلون تلك الصور الحسينية إلى العالم وإلى المشاهدين. أحبتي، الكرم والعطاء الحسيني كثير وكبير وواسع. أنا أشكرك زميلي علي الوندي لما جدت به أنت وضيوفك الكرام، وتحياتي لك ولباقي الزملاء خلف الكاميرات. أحبتي الأكارم، الكرم والعطاء الحسيني كبير وواسع كما أشرنا إليه، ونعود بدءا على حديثنا كما أشرنا إليه. الكرم والعطاء كلمتان مفردتان، ولكن فيهما الكلام الكثير والصور الكبيرة والجميلة، والصور والعطاءات الكبيرة التي نشاهدها من خلال مسيرة الحسين عليه السلام وقضية سيد الشهداء عليه السلام. قلبا في هواك يذوب سيدي يا حسين، آيات حبك في فؤادي أحكمت، من قال إني عن هواك أتوب. بلهف العاشقين وبشوق الفاقدين، بدعاء الراغبين نتوجه إليك بكسر قلوبنا وسواد وجوهنا، يا ملجأ المستضعفين ومأوى المستجيرين وأنين أرواح التائهين، يا مولاي يا أبا عبد الله. هنا كربلاء، هنا قصة تضحية وإباء، حيث نشاهد يوميا ونحن نرتبط معاكم بالصوت والصورة، ونشاهد هذه المشاهد الشريفة العظيمة، حيث يزداد حشد المحبين والعاشقين يوما بعد يوم وعاما بعد عام، لتشهد كربلاء على عمق الإيمان والعشق الحسيني. هذا الإقبال الكبير دليل على استمرارية نهج الإمام الحسين عليه السلام وقضيته العادلة، وبرهان على أن قلوب المؤمنين نهج ما زال تتوقع إليه وتتلهف لزيارته. نعم سادتي مشاهدين، متواصلين معكم بالتغطية المباشرة لمسير الأربعين ودرب العاشقين، ويرتبط معنا حاليا من العتبة الحسينية المقدسة زميلنا أحمد عقيل. صبحك الله بالخير يا أحمد، وبحب الحسين ننطلق وبعشق الحسين ننطلق، وأعظم الله لكم الأجر والثواب. أعظم الله لك الأجر وجميع المشاهدين وجميع الزوار أبا عبد الله الحسين عليه السلام. أكيد اليوم إحنا من باب الرأس الشريف، لأنه من باب القبلة كانت تغطيتنا كل يوم، ولكن الحمد لله بدأت المواكب من البارحة واليوم بالدخول من باب قبلة الإمام الحسين عليه السلام. نعم يا أحمد، محورنا اليوم يتكلم عن الكرم والعطاء الحسيني. ماذا تجد في مخيلتك وذهنك من القصص التي يمكن أن نتكلم بها من حيث العطاء والكرم الحسيني؟ نعم، دائما نقول احنا نتعلم من أهل البيت عليهم السلام، من الإمام الحسين عليه السلام وأخيه أبي الفضل العباس
عليه السلام، وهم أكثر الناس معطائين، أكثر الناس كرماء. إذا كانت في حياة السلم وليس الحرب فكانوا يعطون السائل كل شيء، وكيف هم أبناء الإمام علي عليه السلام من مدرسة الرسول محمد صلى الله عليه وآله، هو جدهم، ومن الله سبحانه وتعالى التوصية مباشرة لأهل البيت عليهم السلام، يعطون لكل سائل. كانت العطاء ليس فقط من ناحية الأكل والمشرب، ولكن العطاء يكون من خلال الحكمة واليقين وأكيد تصفية القلوب والكثير من العلوم من خلال الإمام جعفر الصادق عليه السلام، محمد الباقر عليه السلام، دائما يعطون هذه الحكمة وهذه الدروس وهذه العبر، إلى أن وصلنا أكيد إلى الإمام الحسين عليه السلام، فأعطى وأكرم وجاد بنفسه وبعياله وبأطفاله، وأبي الفضل العباس عليه السلام أعطى عينه وصدره ويديه، كل شيء في سبيل الإسلام، في سبيل دين محمد صلى الله عليه وآله، أكيد لله سبحانه وتعالى. فنحن نتعلم من هذه المدرسة، وكما نشاهد مسيرة الأربعين من عام إلى عام تتجدد صور الكرم والعطاء والجود، نراها مرة من الأكل والمشرب، مرة تفتح الأبواب وتكون هم أصحاب المنازل، الزوار مهما كانت جنسياتهم، أسماءهم، ألوانهم، يكونون هم أصحاب الدار، من البصرة الفيحاء إلى بغداد إلى الشمال، كل المحافظات العراقية تفتح أبوابها. إذن هذا نوع آخر من الكرم، وهو الموجود في عراقنا الحبيب وأحبتنا وأكيد شيعة أهل البيت عليهم السلام. مرة نلقاها من الجانب الصحي، من يعطون أنفسهم وتعبهم وجهدهم ووقتهم لمعالجة أخوتنا وأحبتنا زوارنا الكرام. وأيضا من ناحية التبليغ الديني، وذكرنا قد يكون هذا جزء آخر مهم من العطاء والكرم، وهو العلوم الدينية والفقه والتعليم القرآني، كل هذا موجود إن شاء الله في مسيرة الإمام الحسين عليه السلام. مالك أنت تعرفني لازم أربط ما بين الأمور وما بين الواقع وما نعيشه من هجمات على المذهب الشيعي أو الدين الإسلامي بشكل عام. هناك فرق بين الكرم والتبذير، هناك من يدعي كل عام يخرج ببعض الادعاءات ويحاول أن يقلل من أهمية هذه الشعائر ويقول هناك تبذير. خلي أشرح له شنو الفرق ما بين إذا كان أكو كرم وإذا لم يكن هناك كرم، وحاش العراقيين أو الشيعة أنه يقصرون إن شاء الله ويا الزوار. الفرق أنه أنت قيس شخص طالع مئات الكيلومترات وقد